والله يا بيبو ربنا يخليك ان انت جايب لنا صوره حسام غالي كده، يعني واحد من اللاعبين المميزين. زي ما بقول لحضراتكم بكره اخر، تعتبر اخر مباراه لحسام غالي في وجوده طبعا بين جدران النادي الاهلي، واحد من اولاد النادي الاهلي المخلصين. يعني حكايات كتير مع حسام غالي منذ طبعا صعوده للفريق الاول وهو كان ناشئ، حاجه كانت مميزه جدا. طاقه كانت موجوده، بتبقى موجوده في وسط الملعب ومع زمايله قد ايه، وهو حتى لسه صغير لكن بيدي ثقه للي حواليه، حاجه جميله جدا. ولما كبر بقى خبره وبيدي ثقه ايضا للي حواليه، شيء طبعا رائع. كابتن النادي الاهلي وخبرات كبيره بينقلها من اللاعبين في الملعب وبره الملعب. نتمنى ان شاء الله يبقى في امتداد من خلال النجوم الكبار زي ما قلت لحضراتكم، وليد سليمان، احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، يبقوا متواجدين وبيقوموا بالدور اللي بيقوم به حسام غالي. لكن ان شاء الله حسام يبقى مهرجان لاعتزاله، يبقى في اعلى وفي احسن حالاته في هذا اليوم. كلنا هنستمتع بهذا اللاعب ان شاء الله وهو بيلعب لاخر مره من خلال تواجده في هذا المهرجان. نتمنى له طبعا التوفيق في حياته المهنيه ان شاء الله ما بعد كره القدم. اذكر حضراتكم بقى مباراه الغد، الاهلي وصل عن طريق لهذا الدور عن طريق طبعا الفوز على الداخليه 2-0 هدف لعمرو السوليه واسلام محارب. اما الاسيوطي فوصل عن طريق الاتحاد السكندري، فوزوا على الاتحاد السكندري بنتيجه 3-1 ضربه جزاء لشريف دابو، ثم شريف دابو هدف ايضا ومحمد عنتر. ده بالنسبه لمباراه الغد وكيفيه الوصول لهذا الدور. بحيي ضيوفي في الاستوديو طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم. برحب بيك يا كابتن شريف. مرحب بيك يا منور، شاكر جدا، انت جبتني بدري وبسرعه. حاولت. منور كابتن. ايضا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي. كابتن فوزي برحب بيك يا فوزي. كابتن محمد ازيك، عامل ايه؟ وحشني. منور دائما. كابتن شريف كمان ربنا يخليك. سمعت وجابك بسرعه على فكره بالطار. لا احنا بص عشان بس ايه، احنا قررنا ان احنا لازم نلعب النهارده مع فريق الشمس، وحتى لو انت جبت جوان عندنا. انت جبت جوان؟ جبت ثلاثه. وشريف جاب جون. وشريف جاب جون. بس انا ما كنتش هطلع. انت بتقول ما شفتوش وهو بيجيب. لا شفته، افتكرته بس هو جون كده من عرضيه متقنه. قررنا ان احنا نلعب يا كابتن فوزي، وطبعا يعني عارف انت احنا بنلعب اربعه، فعشان نيجي هنا الاستوديو فكان كابتن شريف بقى مش عايز اقول لك شماخر بيسوق. فبشكرك كابتن شريف. وعامه يعني احنا كنا بنستمتع واحنا بنلعب، احنا بنتفرج طبعا على فريق الاهلي النهارده وهو بيتمرن والشكل العام للفريق. لكن اهميه مباراه الغد يا كابتن لفريق النادي الاهلي، هنرجع طبعا لورا اكيد وانت بتتكلم الاهميه دي لمباراه الاهلي والزمالك ونتيجتها نفسها والاداء نفسه لهذه المباراه. كابتن خلينا نطمن الناس بس وبعدين نرجع لمباراه الزمالك. نطمن الناس ان التمرين النهارده ما اخذ جد كل الناس. حاسس ان في تركيز في وش اللعيبه الحقيقه، حتى حاسس ان اللعيبه ماشيه حاسه مسؤولية كبيره قوي. مهما كانت المباراه انها مباراه عاديه زي اي مباراه في الدوري العام بالنسبه لهم، وكانت الظروف مباراه الاهلي والزمالك زي ما احنا عارفين ان الكره بتيجي وما بتخشش الجول وبتخبط في العارضه، بتخبط في مدافع، في حاجه كده. اليوم ما كانش يومنا، بل هو كان يوم متوتر شويه حتى في قياده المباراه. نادي الزمالك نفسه وتر اليوم على طول بالدخول على الحكم، وان كان حقهم بقى يا كابتن فاروق، خدت بالك؟ نفسهم يتشبثوا بقى وربنا اداهم جولين وكمان بالبلدي كده، ان هم كانوا عايزين يعدوا باي شكل حتى لو بالتعادل، يعني مش عايزين يتغلبوا. كان لازم يبقى لهم طفره جديده قوي، ان هي بعد 11 سنه في بطوله الدوري ان يبقى لهم وجود امام جماهيرهم على الاقل. ودي كانت اراده ربنا واراده السماء، وان كانت فيها ايجابيات بالنسبه لنا كبيره قوي انها حصلت في وقت زي ده وحصلت في الميعاد ده، اللي هي تخلينا نقدر نواجه بعد السلبيات اللي الجمهور الاهلي. كابتن بيقول برضو كويس انها حصلت في التوقيت ده، عشان ما تحصليش في كاس مصر وما تحصليش في بطوله افريقيه. احنا ندفع الثمن هنا اللي السماء كاتبه لنا، وما ندفعوش في الحاجه اللي هي الغاليه يعني علينا. فاحنا كان عندنا ايجابيات وسلبيات طبعا. اذا كنت هتتحرك هنطلع للماتش الاهلي والزمالك، ما هو انت ده الماتش اللي جاي، فانت ايجابيات وسلبيات لازم تاخدها من خلال اخر ماتش. يعني ده الوضع الطبيعي اللي انت عارف كلاعب كوره ونجم كبير يا كابتن، هي دي النقطه اللي بتاخدها دايما من اي مباراه بتلعبها اخيره قبل اللقاء اللي انت هتلعبه. انا دايما عندي مقوله ان كوره واحده بتفرق مع الجهاز الفني في اي فرقه الحقيقه، مش فرقتنا احنا بس. فاي كوره كانت دخلت في نادي الزمالك وطلعنا متعادلين من الكور اللي جت في العارضه، كورتين اللي جم صلاح محسن الحاجات دي، بدل كان صلاح محسن ده صفقه هايله، وكان صلاح محسن ده ان شاء الله واعد وعنده 20 سنه والبروميسنج وكل كوره واحده بتفرق مع كل ده طبعا. وان كان حسام البدري في حطه للخطه وحطه للفريق، وتاني تايم غير ودور، كوره واحده بتفرق في الحاجات دي كلها. طب تعالى نشوف ايه اللي احنا ناخده من مباراه نادي الزمالك ونلعب بيه الماتشين الجايين. تمام. اولا
احنا لازم نعمل حساب الحالات والاصابات والايقافات والحاجات والغيابات اللي عندك دي كتير قوي. فمش من الضروره ان انا اتشبث بنفس طريقه اللعب اللي هي دلوقتي ما عنديش الامكانيات فيها ان انا العب ب 4 2 3 1. طب انا ممكن العب ب 4 3 2 1. هي الحته دي بس اللي احنا قاعدين نتكيف. واحنا مش غلط ان احنا نقول راينا. احنا نقول راينا ويجوز نفتح على الناس او احنا يعني وان كان راينا يعني محدود او يتاخد بيه بدون علام يعني احنا بنتكلم مع الناس ان احنا بنتفرج من بره. احنا بنشوف ان في زحمه بتحصل علينا في وسط الملعب. طب ما احنا نقابل الزحمه بزحمه يعني. واذا كانت امكانياتنا دلوقتي شباب عندنا شباب كتير قوي يا كابتن فاروق موجودين في الفرقه يقدروا يعودوني السرعات يا كابتن فوزي والروح لغايه التدعيم في الفراوده والرجوع تاني للتدعيم في خط النص والتدعيم مع الحاله بتاعه الدفاع بتاعي اللي هم الاثنين اللي في النص اللي دايما بيطلعوا فوق وبينطوا فوق وعايزين يلعبوا الكوره فيلاقوا نص ملعب بيسندهم وبياخدوا الكوره وبيبتدوا الهجمه والكونتر اتاك قريبين منهم والسرعات التكرر في الخطوط. فمش يعني مش عيب ان انا غير دلوقتي وعالج الغيابات اللي عندي. واضح عندك ان الغياب بتاع الفيرود يا كابتن فوزي يا كابتن فاروق ان وليد ازارو عامل فرق لازم اعوضه باثنين فرق فعلا لازم اعوض بمروان وصلاح محسن. هو طبيعه لعب مروان مختلف عن وليد يا كابتن بس عشان بس الناس تبقى متفاهمه حته السرعه اللي موجوده عند وليد موجوده والاعاء يعني راجل فاروق انت لعيب وعارفه بترجع من الاصابه عشان تخش وتاخد تاخد النرج بتبقى محتاج سبورت تحتيك مش 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 سايبينك في الطل كده لوحدك. عايز اجاده شامله جدا من ناحيه فتحي ومن ناحيه ازارو او معلول اللي هو معلول ده اتصاب كمان النهارده يعني عايز انطلاقات مع اجاييه في حالته ما في تعويضات صراحه اجاييه ما كانش في حالته خالص كابتن يعني لازم يكون في حالته عشان انت كل ده عشان مروان يبقى كويس. وفي حته انا عايز اقولها اخرانيه عشان اروح لكابتن فوزي وما ما اخدش الكلام كله. مش معنى ان عبد الله سعيد مش موجود ان النادي الاهلي ما لعبش من غيره وما كسبش. لعبنا ماتشات كتيره ولعبنا اداء هايل وكسبنا. مش معنى ان المكان بتاع البلاي ميكر ده ان ما فيش اي حد يعوضه انما ممكن اي طريقه في الملعب غير 4 2 3 تعوض الحكايه دي من غير ما تشوف. يعني واضح جدا ان احنا ما بيفرقش معانا لعيب واحد واللي انا عايز اطمن الناس فيه واتكلم فيه. دي حاجات بتبقى جوانا كلها واحنا بنتفرج ساعات ما بنقدرش نطلعها انما ما بنقعد وبنترستق وبنتفرج وبنشوف الماتش مره واثنين وثلاثه بتبقى بالنسبه لنا احنا اللعيبه اللي موجوده زي ميدو جابر واسلام محارب والناس دي لما وليد سليمان لما بتديهم المسؤوليه يا كابتن فوزي بيبقوا قدها ودود الحقيقه فبيتحركوا بوعي. دي اهداف الاهلي في الدور الثاني يا كابتن يعني واضح جدا. انت بتتكلم على السنك ده لعيب كبير قوي ياخد السنك ده ويلعبها طبعا دي قيمه عبد الله السعيد. لا انا بتكلم عامه بشكل عام الفريق في اللعيب بيتحرك الدور الثاني كميه اهداف مميزه جدا متنوعه يا كابتن مظبوط. انت يعني في مباراه الزمالك حقيقي الشوط الثاني انت تسايدت الشوط الثاني بشكل كبير. سوء الحظ يا كابتن فوزي يعني في كوره مروان ولا في كوره صلاح محسن ويعني اثرت بشكل كبير في نتيجه اللقاء والبدايه كمان اللي كانتش مميزه بالنسبه للنادي الاهلي. احنا لازم نبقى برضو واحنا بنتكلم اونست او صراحه مع نفسنا لازم. انت البدايه ما كانتش كويسه وحته ان انت فوجئت بنادي الزمالك بيضغط عليك واحرز هدفين وفيهم توفيق كبير جدا في حته الهدفين اثروا على بداياتك يا كابتن فوزي. تمام بص ما كلام كابتن شريف طبعا كله تمام وكلامك صح. احنا لازم لما نيجي نتكلم والناس بتسمعنا لازم يا كابتن شريف احنا بنقول لهم صح الكلام الصح عشان ما اقولش الناس دي بتقول اي كلام. فهو ماتش الاهلي اللي مع الزمالك اللي فات ده ممكن اقول لك الشوط الاولاني كله نادي الزمالك لو اعتبرناه يعني الفرص لنادي الزمالك او هو نادي الزمالك تسيد المباراه. ده بيرجع لها بقى الحاجات ايه ان اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي كانت داخله الماتش او الجماهير او عامه لما كنا نقابل اي حد من زمايلنا اللي هم الزملكاويه وبيقعدوا معانا وبتاع يقول لك يا عم انتوا هتكسبوا. فهل الانطباع ده هل بقى لعيبه النادي الاهلي هل هم كانوا نازلين الماتش على ان الانطباع ده وبعدين فوجئوا ببدايه الماتش ان في جون وبعدين جون تاني وما قدرتش تعوض انك انت في الشوط الاولاني يا كابتن محمد فاروق انت مشكله النادي الاهلي انا بقيت قاعد اقول يا رب انت مشيت مع الريتم بتاع الزمالك حته يا كابتن انت السرعه مش عايز اقطعك ليه لان انا عايز اوجع النادي الزمالك جاب فينا جولين بس عايز اقول لحضرتك حاجه انت مضيع 3 4 اجوان او انا معاك بس انا بقول لك ايه انت مضيع الكوره بتاعه عمرو سوليه لو خدها دايركت على طول اللي جت له شريف انت عارف وفي كره سعد سمير جات له مش لا انت كنت كتير. موجود بتواجدك هم ما تسيدوش ولا حاجه هم ربنا اداهم فرصتين لا انا بتكلم ايه بص استغلوهم يعني هم عملوا عليك حاجه يا كابتن ضغطوا عليك في نص الملعب ما ادولكش المساحات وانت ما فوتش من الحته اللي انت كنت بس انا اقول لك بص يا كابتن شريف يعني مع كلامك طبعا جميل وكل حاجه انا بقول لك ان لعيبه النادي الاهلي لما يدخل فيه الجونين لعيبه النادي الاهلي
بتفرق جامد جدا، لدرجه ان عمال اقول قبل نهايه الشوط الاولاني الاهلي هيجيب جون، الاهلي هيجيب جون، هيفوق لعيبه النادي الاهلي. خلص الشوط الاولاني، نزلنا الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني ما عرفتش تسجل هدف، فبدات هم يمكن درس يمكن نتعلمه كابتن شريف وكابتن فاروق، ان النادي الاهلي يعني نادي الزمالك يمكن لعب الماتش ده زي البطوله العربيه اللي اتلعبت او اللعيبه بتاعتهم، ان اللعيبه بيقع كتير جدا، ان اللعيبه بيجروا على الحكم، ان اللعيبه في احتكاك جامد على لعيبه النادي الاهلي، فحصل ان لعيبه النادي الاهلي راحوا، بص يعني لعيبه النادي الاهلي انجذبوا مع المنشحنات، مع الخبطات اللي كانوا بياخدوها، الضرب اللي كان بيحصل، ان الحكم ما حسب لهمش، فاحنا نسقنا ورا لعيبه نادي الزمالك. النادي الاهلي لازم ياخد الدرس كويس جدا، ان الماتشات دي لو حصلت مع الفرقه بتاعه في البطوله الافريقيه لازم نتعود على كده. لا بعدين بس كابتن الكوره زي دي ما اثرت عليك طبعا، اصابه سعد وباما ده لازم يتطرد يعني. بص الحكم طبعا احنا مش عايزين نتكلم على التحكيم، لان احنا عايزين نساعد التحكيم المصري، بس شفته في اللقاء امبارح، لكن يعني في حاجتين بيتكلم اي سؤال خاص طبعا ببعض الامور الخاصه بالتحكيم بعد الهوا بعد الهوا طبعا يعني، ما هو مش هيقدر يتكلم في الحاجات الفنيه بس حاجه زي دي طرد بتاعه السوليه فيها طرد. بس يا فوزي هقول حاجه، حاولوا معاه فريق الزمالك يفسدوا المباراه من قبل ما يجيبوا الجولين، بكل كوره راجل اسمه طارق حامد ده جري عليه، وعامل رئيس مجلس اداره الفرقه ورئيس اداره الماتش ولعيب في منتخب مصر، وهو بيشخط هنا وبيشخط في يعني انت بتتفرج. بص يا كابتن شريف حاجه ما لهاش اي شكل أنا دولي. انا اوحش ماتش شفته الاهلي وزمالك الماتش ده والله شكلا وسلوكا، خدت بالك؟ ما هي دي السلوك، وعشان كده جابوا حكم مصري. من امتى نادي الزمالك بيطلب حكم مصري؟ ما هي عايز اقول لحضرتك حاجه، والاخر مره اول مره واخر مره، تعالى لو الزمالك والاهلي قابلوا مصر، قابلوا بعض في ماتش نهائي بتاع كاس مصر، هتجيب حكم مصري؟ لا بص هتقول كابتن عصام عبد الفتاح. بص يا كابتن شريف، هو التحكيم طبعا نشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. بص يا كابتن شريف، تجربه يا كابتن، ما التجربه دي اول واخر مره خلاص. بص احنا عارفين النظام ده، احنا قبل الماتش متكلمين يا فوزي على النقطه دي، هم عايزينها كده. بس انا اقول لك حاجه، انا هتكلم في نقطه مهمه جدا. بص يا روح معلش، برضو احنا يعني عشان ما يطلعش الموضوع ده جزء التحكيم على مش على النتيجه بس انا يعني احنا بنتكلم على الشكل. بص صحيح الشكل، التحكيم يا كابتن فاروق، انا التحكيم احنا قبل اول ما قعدنا في الاستوديو سوري يا فوزي، قلنا ما احنا ممكن نتغلب النهارده، شرحنا كده، قلنا الكوره ما فيهاش كبير طبعا، كوره قدم احنا ممكن يا كابتن فوزي النهارده يبقى عدم توفيق، وتنبهنا بحاجه، لازم اللعيبه تدي اللعب بتاعها وتديك اللي هو الاستحواذ بتاعك الطبيعي، ما تنساش ورا اللعيبه اللي هو كابتن فوزي بيتكلم عن حته الانسياق ورا التحكيم. النادي الاهلي عمره ما بيقف على التحكيم، الهرج اللي كان موجود يعني النادي الاهلي ما بيقفش على التحكيم، بس انا بتكلم على الحته بتاعه التحكيم يا رؤى، ازاي ان احنا عايزين نساعد التحكيم المصري، لانه من غير في لقطه من غير غير حكام مش هنقدر بس زي ما قال شريف كده، ممكن الماتشات الحساسه قوي، الماتشات اللي هي القمه، الحاجات دي ممكن اجيب حكم اجنبي، اجيب ده حاجتك ده المصري طلب حكم، مفيش مشكله المصري طلب حكم اجنبي قدام بره، بيحصل كده برده، بيجيبوا حكام من بره يعني ماتشات هي فيها حساسيه وحاجات دي. فالحكم يعني يمكن يعني مش عايزين نظلم الكابتن محمد حنفي، لان هو كان بيدير الماتش بس اللعيبه ما ساعدتش اللعيبه. كابتن حسام البدري فاروق حصل محشحات جامده جدا، فكرتني حسام بدري، كابتن حسام بدري خرج بعد المباراه قال النهارده كان في هرج ومرج في الملعب. أيوة. ايه لازمته؟ حتى المدير الفني قال لك ما اتكلمش على التحكيم، الراجل انا مش هتكلم على التحكيم، والراجل عنده قناعه بنتيجه المباراه، بس ايه شكل المباراه ده؟ حته إيه الهرج ده يا كابتن فوزي وانت بتتكلم فيها الانساق فيها لعيب النادي الاهلي، دي مهمه قوي. في لقطه لوليد سليمان ما اعرفش مخرجنا يقدر يجيبها، وهو بيزعق وبيقول للعيبه ايه ما ينفعش، ده المهم ده، دي بقى اللعيبه الكبيره يعني اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه مهم جدا. انا ما انساقش ورا واحد عايز يزقني، عايز ينرفزني، عايز يطلعني من المود بتاع الماتش، لا 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 انا ما عملتش. فكرتوني انتوا الاثنين قبل الماتش بيبوسوا بعض وبيحضنوا بعض ويخشوا يسلموا على بعض، اول ما صفوها بعد كده مش هيطلع بعد الماتش، تحولوا الفرقه تحولت بقت حاجه ثانيه شريف، بعد وبعد اول جون كمان هيقعدوا يسلموا على بعض ويبوسوا بعض كل حاجه. كابتن فوزي خلينا بس ساعه الماتش يعني الحته اللي انت قلت عليها من السلبيات، انا بقى عايز الايجابيات بالنسبه للمباراه زي مباراه الاهلي، واللي اقدر اظبطها واكملها من خلال المباراه القادمه. هو بص هو اي ماتش بيلعبه النادي الاهلي مثلا، لا قدر الله النادي الاهلي ما خسرش بقاله قد ايه، خسر الماتش ده مش عيب، مش عيب في الكوره، بس النادي الاهلي النادي زي ما نقول نادي كبير، لو حصل له هفوه في حاجه بيقف على رجله بعد كده بسرعه، فدي نتمنى النادي الاهلي خلاص نسي الصفحه دي، ماتش الزمالك وبيبتدي ماتش بيستعد للماتش الاسيوطي، وفعلا ده اللي هتلاقيه عامله حسام البدري في لما انتوا شفتوا التدريب، حتى هتلاقي اللعيبه مركزه، اللعيبه خلاص
بتفكر في الماتش، وده درس حلو قوي يا كابتن فاروق. الايجابي بتاعه ان انا اتعلم منه ان حتى لو حصل في الماتشات بعد كده حد اعتدى عليا، حد ضربني، حد بتاع، امسك نفسي امسك نفسي وابعد عنه، ما التحمش معاه، لا التحم جامد. يعني ما يجي كره مشتركه بلتحم جامد من غير ما اخد انذار واخد طرد. ليه؟ لان ممكن الحكم يطرد لو انت لعبت عليه على الخصم جامد جدا زي ما احنا شفنا في بعض اللقطات، بس الحكم تغاضى عن بعض الطرد لبعض اللعيبه. ده كان هيريح الماتش، حتى كان هيخلي اللعيبه ما تجيش بالاستفزاز ده. كل الناس كانت بتتفرج على الاهلي وزمالك بيتفرجوا علينا، كنا عايزين ندي بعد الماتش. انت عارف يا كابتن شريف بعد ما بتلعب ماتش بتاع ليفربول وبعد ريال مدريد تاني يوم، الناس تشبعت بالكره حلو قوي، كانوا متخيلين ان ماتش اهلي وزمالك هيطلع ماتش جميل. ما في ظلم. لا هيطلع ماتش جميل يعني. استمتعوا، اللعيبه تطلع اللي عندها، وريني كوره. احنا شفنا خناقات وفاولات وضرب وحاجات زي كده واعتراضات اكتر ما لعبوا. انت عارف كيف فوزي انا قصدي ايه؟ بعد اذنك يا فاروق، ان احنا دخلنا كاس العالم ورايحين كاس العالم الفتره الجايه، وعندنا عايزين اهتمامات بعوده الكره المصريه وجواهر الكره المصريه. كويس، مش عايزين اي حاجه تعطل هذا الشيء. انا عايز اسالك والنشاطات دي يا كابتن فوزي ودوركم ككباتن في وقت من الاوقات في مباراه كانت بتحصل اكيد حته الهرج في الملعب، كان ايه التصرف؟ طبعا كان في نجوم في الوقت بتاعكم كتير. لا يا كابتن فاروق هقول لك على حاجه، حصل اكبر. ها خلصت سؤالك؟ اتفضل. حصل اكبر من كده بكتير قوي. حسن شحاته جاب فينا جون، ها، مشكوك فيه انه في صحته يعني، مش هقول كان اوفسايد ولا مش اوفسايد. كويس، وكان ده حدث كبير قوي. كان نفس الوقت الزمالك ما بيكسبناش ابدا، وكنا احنا فارقين عن الزمالك، لازم على الاقل ما نتغلبش عشان نفضل فارق النقطه ده لغايه نهايه الدوري. كنا اسمه مباراه بعدها احنا هنلعب. لم يحدث بيننا وبين نادي الزمالك وبين اللاعبين وبين كل ده مهما حضر من الملعب، وبمساعده الله يرحمه كابتن محمد حسام برضو، هو عبد الرؤوف عبد العزيز او المرشدي، كابتن مرشدي اللي كان مش فاكر مين، كان عبد الرؤوف عبد العزيز ولا مين، عبد العزيز عبد الرؤوف هو اللي كان لايمان. الاثنين وبنقاشات لم يحدث كان الفريق اللي احنا شفناه ده. لم يتجرأ اي لاعب من نادي الزمالك على نادي الاهلي في التهجم او في الحوارات او في الشكل. ما احنا دايما لما بيجي وربيع ياسين جاب جول في نادي الزمالك وكنا مغلوبين 1-0، حسبوا فاول على طاهر ابو زيد لو تفتكر، في نطه مع عادل مأمور، ها، وخدنا، وكان الكابتن محمود عثمان الله يرحمه هو الحكم. برضه نفس النقاشات ونفس انما ما فيش شكل يفسد مجار كان صعب الرياضه في مصر او يعمل حاجه للجماهير حتى تضايقه او تهزه او تخليه يطلع عن سلوكه. ما هو ده اللي بيحرك المدرجات طبعا. يعني المدرجات لوحدها بتحس انها سبورت والدافع الاول او الحمايه الاولى ليك وانت في الملعب. ده كان كويس ما كانش فيه جماهير بقى. لا يعني على الماتش ده كمان على حصل الاحداث اللي فيه. هقول لك على حاجه، كويس ان الجماهير ما كانتش موجوده. اقسم لك بالله جماهير النادي الاهلي لا يعني ما بتقبلش انها تتغلب من الزمالك، مش كده؟ انما عادي خارجين عادي، الزمالك كسب وخلاص، واحنا النهارده زي ما انتوا قلتوا ما نستاهلش ان احنا نكسب المباراه. صح؟ لا في بدايه الشوط الاول، يعني الشوط الاول بس يعني كان كده. كشوط تاني قال لك احنا ضيعنا المباراه، جعلناهم يتقدموا ب 2-0. يعني عندهم برضو شيء ان جماهير الاهلي من الفهم ومن الاوضاع وكمان ده. وحسام البدري فرق معاه زي ما انا قلت لك، كره واحده في ماتش افريقيا السنه اللي فاتت، ماتش فاينل يا كابتن. كان حسام بدري ده بقى ايه؟ دوري عام كاس مصر، دوري عام افريقيا، ست اسابيع دخل على افريقيا دي، حاجه كيان عالمي، فبتفرق معاك. ما هو حته التوفيق بتخلينا نقعد نتكلم في الحوارات دي ونقولنا في ايجابيات وفي سلبيات، خلينا نتعلم من المباريات دي. كويس انها حصلت دلوقتي، عندنا منتخب مصر، عندنا كاس مصر، وعندنا بطوله افريقيه اللي احنا عندنا مباراه مهمه إيه؟ جدا. لا دي بدايه مهمه جدا. بيسموه ايه كمان؟ ريفينج. عندنا ريفينج من السنه اللي يعني فاتت. مع تكمله كلامك يا شريف، لعيبه النادي الاهلي الاساسيين برضو ما كنتش في الفورمه بتاعتهم. يعني احمد فتحي من الاساسيين اللي هم في مباراه الاهلي وزمالك. في مباراه الاهلي وزمالك يعني في بعض اللعيبه، صبر رحيل برضو، كوره العرضيه، في ارهاق يا كابتن فوزي. لا يعني احمد فتحي مش هتشوفه بكره. لا احمد فتحي مش هتشوفه بكره عشان عنده ارهاق وعنده ارهاق مش متوازن، ضغط الماتشات والحاجات دي والبطولات. طيب يبقى غلط عنك انت. السؤال بقى كابتن وليكم انتوا الاثنين في، يعني طبعا جمهور النادي الاهلي يعني عمل يعني بريشر او ضغط على مجموعه لعيبه كانت متواجده
في المباراة اللي انت قلت اللي هو مش في يومهم. دي برضو وارد يا كابتن، وارد جدا، خصوصا لما يكون في لعيبة ممكن تكون لسه صغيرة محتاجة الدعم. تمام. دعم الجمهور، وده اللي انا بناشد بيه دايما. مش عايزين يعني اللعيبة بتبقى عايزة تعمل كل اللي في نفسها. وعلى فكرة كابتن حسام البدري مش هيلاعب لعيب غير لما يبقى مقتنع بقدراته الفنية داخل الملعب يا كابتن، خصوصا في مباراة زي كده. بص، هو كابتن حسام طبعا استغل كل ماتشات الدوري المتبقية دي انه شاف اللعيبة اللي عنده، المجموعه اللي عنده، هو محتاج ياخد فرصه. امتى يا كابتن؟ ما ده فرصه، ده حلوه. يعني انا كان يمكن من رايي كنت بقول كابتن حسام كان ممكن الماتش ده ما يلعبش حد من الكبار او مش كبار، اللي هم الاساسيين، العناصر الاساسيه اللي لعبوا اكتر الدوري، اللي لعبوا المجاهدين، كنت ريحتوه عشان عندك ماتش كاس مصر. صحيح. وبعدين عندك ماتش جامد في بطوله افريقيه، واخد بالك يا كابتن شريف؟ وكنا لعبنا بكل الصغيرين، بس طبعا دي وجهه نظر. يعني ما كانش عندك يا فوزي اساسي واحتياطي؟ مش، لا، ما قلنا ما فيش اساسي واحتياطي. حسام جعل منها، حلو، جعل منها اساسيين. احنا اتفقنا يا كابتن شريف ما فيش اساسي واحتياطي، بس في عناصر اساسيه اللي هي العناصر الاساسيه بتاعت الفرقه، قوام الفرقه، الناس الكبيره بتاعت الفرقه، دي اللي بيميز اي فرقه، ان عندك الناس اللي هي بتعرف تشيل الفرقه. اللي زي ماتش الاهلي والزمالك ده لما حصل، ليه يعرف يلم اللعيبه بسرعه، كل واحد يرجع مكانه، ما تتخانقش، ما ننساقش وراهم، انت العب على الكوره والعب على الجون وخلص الماتش بالاجوان. فهي دي فوزي. اقول لك على حاجه فوزي، تعال نتكلم بقى الكلام الجديد. النادي الاهلي لو جاب اتنين لعيبه ورا ستوبر و يعني زي اللي بيقول بيغطي عليه ليبرو من وراه شويه وبيساعده، يعني من بره، من افريقيا او من اي حته او من اي بلد عربي، الفرقه دي مش هتبقى فيه زيها. هو الاهلي ما شاء الله عامل صح يا فاروق، ده وضع طبيعي يا كابتن. انت محتاج ايه في مراكزك؟ ويمكن المركز انت محتاجها، وانا دايما موجود. انا فاروق دلوقتي لو العب بالفرقه دي العب 4-4-2، حد صلاح محسن ومروان مع بعض، وعندك ايه بقى العناصر كلها اللي حضرتك بتتكلم عنها يا كابتن فوزي؟ عندك اشكال وليد سليمان واحمد حمدي واجايه ومين تاني؟ كل اللعيبه اللي موجوده عندك، واسلام محارب او ميدو، فاهم قصدي؟ يتحمل نص الملعب اربعه، والاربعه بتوعك اللي اذا كان على حسب بقى محمد هاني، محمد نجيب، ايمن اشرف، رحيل، باسم علي، كل دول تقدر تطلع منه تشكيله اربعه، وعندك محمد الشناوي او شريف واقف ورا. خلاص، او عندك ثلاث حراس مرمى ما شاء الله، الله اكبر. فانت ما عندكش اي حاجه دلوقتي. عندك بقى مقابلات في افريقيا، مقابلات افريقيا دي ده التدعيم اللي انا بكلمك عنه. ازاي انا بقى قدام الجماهير وقدام الفرق الاخرى عندي انياب قويه جدا في كل خط. عندي عمود فقري، عمود فقري ده زي ما انت رحت جبت معلول، معلول فرق معاك ولا لا؟ وفرق مع نفسه والدكه بتاعتك صراحه. صفقات النادي الاهلي الفتره قويه جدا، قويه جدا. اتفضل يا كابتن. ده بدليل الفرص، بدليل يعني بدليل النادي الاهلي بطوله الدوري، يعني واخد بطوله، مخلص بطوله الدوري من بدري. يعني دي برضه تحسب للنادي الاهلي وحسام البدري، انه عنده مجموعه لعيبه عرف يستغلها وعرف يطلع بيها، بيطلع بالمجموعه الصغيرين، لان دي سنه الحياه. هتلاقي بعد كده لعيبه بتبطل، وفي لعيبه زي حسام غالي ده، يعني انت كنت محتاجه في الفتره الجايه، هو عايز يعتزل خلاص، فلازم هتلاقي البديل. هتجيب البديل منين؟ لازم يلعب في الماتشات، ولازم تختبره، ولازم مش تختبره، انت خلاص قلت ده لعيب عندي ويلبس الفانيلا الحمراء، ده اساسي يلعب في الماتشات. فلازم اديله ماتشات. انت كنت لعيبه كابتن شريف ومحمد فاروق لعيب، كنا لما بتقعد بره فتره او اصابه وتيجي ترجع بتبقى بعيد عن الملعب، غير لما تكون بقى رجلك في الملعب على طول. يعني انا حسينا كابتن، حسينا بازاره ليه يا كابتن شريف؟ ازاره ليه فرق؟ بيعتمد على سرعته زي الراجل اندمى في فرقه الاهلي، زي ما من نفسه سوبر اتاك. لا يعني هو يعني ثبت وجوده، وبعدين خد الثقه، واللعيبه بتاعت النادي الاهلي عندها ثقه فيه قوي جدا دلوقتي، ان الفرق بتاعها مروان محسن لو لعب جنبه هيفرق الاثنين مع بعض زي ما انت بتقول. بس انا هقول لك حاجه، دي وجهه نظر طبعا بتاع الكابتن حسام، ربنا يرجع بس حته يرجع عزار، وبعدين فكره يعني تغيير طريقه اللعب الكابتن حسام البدري. يعني حتى لو هو عايز يعملها كابتن، لازم يمر الناس لا لا هتاخد فتره، يعني لازم يمر الناس عليه، مش هتبقى دلوقتي. يعني طبعا على حسب، طبعا لان في لعيبه معينه الكابتن حسام البدري بيعتمد عليهم في خططه في المباراه، واللعيبه دي ممكن ما تبقاش موجوده في الوقت الحالي. مثلا حته البلاي ميكر اللي انت بتتكلم عليه، انت النهارده مثلا كنت بتشتغل على اجايه في المباراه، على وليد سليمان، كريم نيدفيد كان تحت مروان في الجزئيه دي، وبعد كده راح مدخل وليد سليمان هو اللي موجود، او وليد سليمان هو اللي كان تحت مروان، فاروق بعد اذنك يعني المباراه اتحولت في كذا اتجاه في حته بس انا كمان يعني. انا وانت وفوزي مش هنقعد نتكلم على عبد الله السعيد مش موجود. بس ما هو انت لا انت خلاص انت صالح لعيبه ثانيه راجع ولا مش راجع؟ خلاص بقى القصه دي قصه منتهيه، مش عندك انت، عندك انت بس تدور اسلوب اللعب. هل النهارده هتلعب 4-3-2-1
بدل 4-2-3-1 دي هل تفرق؟ هو ده الشكل اللي يناسب ال ما دي بتاعت بقى الكابتن اللعيبه اللي عندك يا كابتن فوزي. هو بقى اللي بيشوفها. احنا بنتكلم لينا راينا لا يمثل حسام اي شيء، بس هو احنا بنتكلم بنفتح كده امور. انا النهارده لو كبس عليا نادي الزمالك ب 4-3-2-1 وانا لعبت قدامه ب 4-3-2-1 مش هيبقى له السيطره دي، لان امكانيات لعيبه عندك عندها من السرعات الكفايه ان هي تنتقل بين الخطوط في المباراه زي ما عايز. وحسام واللياقه البدنيه كابتن فاروق وانت عارف موفر الحكايه دي، واللعيبه اللي قاعده بره كمان عندها نفس الاسلوب وعندها نفس الحميه اللي هي تقدر تخليه تعوضك وتخليك تنزل تغير مجرى اي مباراه ونتيجتها. حظك بقى انك انت اتغلبت الماتش اللي لعبناه نص ساعه كل شوط في ربع ساعه لا بتقع يا كابتن فاروق، في وقت كتير قوي ما كانش فيه ضايع. حتى ابتكار خدت بالك، ما فيش متعه والله. الفرصه اللي بتيجي من الزمالك ولا للاهلي، بص هو توفيق يا كابتن. لا دي اهداف وليد ازارو هذا الموسم. بص الزياده العدديه اللي بتبقى موجوده في خط ال 18 ثلاثه على واحد او على اثنين، عندهم الرغبه والحاجه دي ميزه النادي الاهلي، دي اللي احنا محتاجينها الفتره الجايه يا كابتن. ايوه حقيقي فعلا، يعني وليد كابتن تاقلم بشكل كبير. وانا بقول لك كنت معاه على فكره امبارح، حزين جدا ان هو ما بيلعبش الماتشات اللي فاتت عشان يزود عدد اهدافه. طبعا هو هداف الدوري طبعا، خلاص هو رسميا هداف الدوري خلاص. وهو الشد اللي جاله ده غريب جدا، يعني ما كناش متوقعينه. اتمنى مروان طبعا يعني في الفتره اللي جايه طبعا فرصه مهمه كبيره ليه كمان عشان كاس العالم، ووجوده بشكل قوي جاهز نفسه بشكل قوي مباريات مهمه بقى، محتاج ماتشات يعني كتير محتاج يلعب كتير عشان يرجع للفورمه بتاعته تاني. عارف الفيرود بالذات، كمان فيرود بالذات عشان يسجل اهداف لازم اول حاجه التوفيق بتاع ربنا، والتاني حاجه الاجتهاد بتاعه زي ما شفنا ازارو لما اجتهد وبذل مجهود. وبعد الاول كانوا الناس بتتكلم عليه ما شاء الله، دلوقتي بنقول فين ازارو؟ يعني دلوقتي بنطالب يبقى متواجد. فان شاء الله مروان برده وصلاح محسن برده نفس الكلام يبقى عندنا اكتر من لعيب. انا عندي ثقه في اللعيبه كلها ان شاء الله، يعني بدايه من خط الدفاع وناحيه الشمال صبر رحيل متواجد ان شاء الله، وعلي معلول يرجع، وناحيه اليمين احمد فتحي وهاني، وفي وسط الملعب كلهم يا كابتن ما شاء الله. انا كنت بتكلم معاهم لا يعني تركيز عالي جدا 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 ان شاء الله الفتره الجايه. ما دي عشان دي ما تخافش عليها في النادي الاهلي. انا ان شاء الله الحمد لله النادي الاهلي لعيبه كبار كمان يعني عودنا حتى لو قدر الله بيحصل اي حاجه، حتى لو بطوله راحت وشفناه بيرجع على طول بسرعه، ده الفرق البطل، الفرق اللي عنده اللعيبه الاسامي، ده النادي اللي هو اللي بنقول عليه البطل اللي بيقدر يثبت وجوده في اي وقت في اي محنه بتحصل له بيقدر يرجع بسرعه. ان شاء الله ماتش بكره ان شاء الله يعوضوه باذن الله ويعملوا الكره الحلوه اللي جماهير النادي الاهلي بتحبها جدا، بتحب تستمتع بلعيبه اللعيبه بتاعتها وهي بتادي وبتحرز اهداف. وادي اعتقد ده التمرين النهارده مش كده؟ يعني شوف الجديه، اللعيبه فعلا حاسه ان في مسؤوليه عليها. يعني يمكن صفحه بتتقفل يا كابتن وخلاص اتقفلت، ده لازم احنا بس بنتكلم عليها ليه؟ لان احنا بنشوف الجوانب اللي ممكن كانت محتاجه تتوضح لجمهورنا، جزئيه الضغط على مجموعه لعيبه ممكن كانت محتاجه فرصه ومحتاجه دعمهم ما ندوس عليهم في اوقات معينه. وارد ان يبقى مش في يومهم، اجي مثلا ما كانش في يومه مجموعه، يعني اجي ده كان حسام بدري ساعات بقى يعني فتره طويله بيعتمد عليه. يعني امبارح يوم ماتش الاهلي والزمالك ما كانش بالشكل اللي احنا بنشوفه باستمرار. وارد قوي، احنا وارد جدا في كره القدم. فاحنا بس بنوضح لجمهورنا، بنوضح لبعض الجوانب السلبيه والايجابيه اللي ممكن ناخدها من مباراه زي كده. عندنا مباراه بكره ان شاء الله، بطوله ثانيه يا كابتن شريف، بطوله مهمه للنادي الاهلي وتعتبر ثنائيه. كابتن حسام بدري اخذ دوري وكاس السنه فاتت، لو اخذ الدوري والكاس السنه دي برضو ده حاجه مميزه جدا. وعندنا بقى البطوله المهمه افريقيا ان شاء الله. لكن عايز اكلمك على بكره كابتن، يمكن الفريق الوحيد اللي حسم وجوده في هذا الدور او دور النصف النهائي القادم ان شاء الله هو فريق الاسماعيلي، تغلبه طبعا على مقاولون العرب 2-0. حسني عبد ربه طبعا اللي بيتالق في الفتره الاخيره بشكل كبير. لكن خلينا نتكلم على الاسيوطي قبل ما اروح للنادي الاهلي. فريق مميز، يعني كان مدير فني كابتن علي ماهر عمل معاه شغل هايل، ولكن خلاص بيتركه كابتن علي ماهر. هل التوقيت الاعلان عن ترك فريق الاسيوطي قبل مباراه الاهلي والاسيوطي هل هيؤثر على داخل مباراه لي يعني؟ طبعا اخر مباراه كابتن. بص هقول لك على حاجه، يعني كاس مصر لو لعبونا انا وانت والاهلي اخر ماتش في بطوله الدوري هو عملوا عندنا جيم حلو قوي، قرانا كويس قوي علي ماهر حلو، وقرا فرقه نادي الاهلي كويس، وقرا حسام بدري فكر حسام بدري كويس. هو دي ميزه فيه، وبيحترم امكانيات النادي الاهلي، عشان كده بيبقى له في اي مباراه بينزلها بيدرس اللي قدامه كويس قوي، فبيبقى له وجود الحقيقه، وفي تعليمات اللعيبه بتنفذها. في فرقه ثانيه زي النصر وطنطا ما اعرفش ايه، تاخد التعليمات وينزلوا بيبحثوا عن الثلاث نقاط وخلاص، في
ارتجال يعني احنا وحظنا يعني يجي فينا جون نجيب جون ما فيش عندهم لغه مش الثبات في التعليمات بتاعت الاجهزه الفنيه وتنفيذها داخل الملعب. فرقه الاسيوطي تمتاز بده يا كابتن فوزي وكابتن فاروق. احنا علينا ان اللي حصل فينا اول 10 دقائق او 20 دقيقه ما تعملوش الاسيوطي فينا. الاسيوطي برده هيبحث على نفس الشكل اللي الزمالك تفوق فيه عليك. فاحنا خلاص يعني دي الايجابيات اللي احنا المفروض نطلع بيها مباراه الزمالك كلها. ان احنا نص الملعب بتاعنا نمسكه والاسيوطي بيحاول يشاركني في نص الملعب دايما في المباراه اللي احنا لعبناها الاخرانيه اعتقد ان احنا طبعاً كسبناها 1-0 على ما اعتقد. طبعا ده كانت ده الاهلي الاسيوطي الدور الاول كابتن محمود خطيب طبعا في توجود الجمهور وبيحييه مجلس اداره النادي الاهلي استاذ طارق قنديل طبعا كلهم خرج كانوا سعداء جدا يا كابتن فاروق كانوا سعداء جدا بتواجده طبعا. يوم ما راح الاستاد يوما هو خارج ما كانش عاجباه قال لك لا الفرقه مش مظبوطه يعني هو في المباراه دي انما احنا كان لينا احنا التفوق واحنا اللي كسبنا مع ان الاهلي ضيع كتير برده في الماتش ده انها برضو كان فيها حته ان الاهلي اتاخر في الماتش زي ده في الدخول للمباراه والتاع تلاقي الاسيوطي خطوط بتتقارب من بعض بص بيحاولوا يلعبوا معاك على الاطراف يلعبوا عندهم فكر جاي ثاني عايزين على قد الامكانيات اللي عندهم عايزين يثبتوه فدي الميزه يا كابتن فاروق بتاعه فرقه الاسيوطي بتسحب فرقتك لو عايزه شايفاك عامل تكتل عندهم ثقه ازاي الكره ما بتتقطعش منهم اللعيبه بتظهر عندهم الشكل الهجومي تحرك اللعيبه بتظهر لبعض بقى مميز يعني حته شكل هجومي مميز كابتن والثقه في الاداء يا كابتن فاروق هو علي نقل لهم الجزئيه دي وتدعيم للخطوط عندهم تدعيم للخطوط وعندهم انسيابيه بقى وبعدين هيبكوا على ايه؟ ده بيلعبوا النادي الاهلي ده العيد بتاعهم خد بالك اي حاجه ايجابيه بيعملوها مضافه للجهاز الفني ومضافه للفريق لكن في الوقت نفسه كابتن هو بيلعب النادي الاهلي جزئيه الوقت ومرور الوقت في ظل نتيجه سلبيه هو مكسب ليه هو هيفكر كاس مصر هيفكر رؤيه جامد جدا في الموضوع ده على اساس يقفل برده ما يتخطفش في الاول ويقدر يحافظ على الكلام ده ويوصل حتى لو في ضربات ترجيح ولا حاجه هيحاول برده يفكر عالي مات ومعاه الكابتن هادي خشبه يعني بنحييهم الصراحه على المجهود اللي عاملينه مع الاسيوطي وكنا نتمنى ان علي ماهر ما يستعجلش طبعا يقول ان هو هيسيب الفرقه دلوقتي انه عامل شغل كويس جدا قلنا الحصان الاسود بالنسبه لل بس هو طبعا مباراه كابتن خلاص هو يعني ده اخر مباراه كل مدرب برده عنده طموح وعايز يوصل وعايز يشتغل مع انديه كبيره برده فنتمنى له التوفيق لكن انا بقول لك ماتش بكره برده هيبقى النادي الاهلي هيعمل حسابه ويمكن يمكن تعرف يا كابتن شريف اسهل حاجه بالنسبه للماتشات دي انك تخلص الماتش في الاول ما تستناش ماتشات الكاس بالذات ما تستناش انك انت ممكن اجي اعوض ممكن اجيب جون تاني ممكن استنى اجيب جون متاخر شويه لا اخلص الماتش من اوله هتلاقي الماتش سهل جدا خاصه النادي الاهلي محتاج ان الاهداف يحرز الاهداف بسرعه يحرز هدف يحرز هدفين هتلاقي الماتش بالنسبه له بعد كده سهل جدا فاتمنى ان بكره ان يكون كابتن حسام بدري طبعا بيتكلم مع لعيبته وعايز ينهي الماتش بسرعه مش عايز يرهق لانه طالع برده من ماتش الزمالك والاهلي فداخل برده على ماتش الاسيوطي ماتش كاس داخل على ماتش افريقي بعد كده فكل دي تركيز للعيبه خلي بالك تركيز يعني بيبقى على عصبيا ونفسيا وكل حاجه فاللعيب الجاهز اللي بيأدي وبيفكر وبيرتاح كويس هو ده اللي هيأدي هو ده اللي هيخلص الماتش وهيأدي ماتش كويس يعني مباراه زي كده كابتن كابتن علي ماهر ممكن يفكر في حته برده اللي هو اللعب الطبيعي اللي قدام اي فريق كبير هو تقفيل وسط الملعب والجزء اللي امام ال 18 الشغل على الهجمه المرتده لان هو فعلا عنده مجموعه من اللعيبه اللي قدام سرعات يعني تشيلونجو مجموعه تمام. يعني واحد من اللعيبه اللي برده السرعه اللي بيعتمد عليهم في الجزء الهجومي انا شفت علي ماهر في الماتشات اللي قبل كده لقينا بيضغط على النادي الاهلي او جزئيه الضغط ما هو ده برده فكره يعني برده ده فكره علي ماهر انه انا بتفرج عليه في ماتشات معظمها بس طبعا لما بيجي يلعب النادي الاهلي في 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 قبل نهائي الكاس ده برده مشكله ده يعني برده بيفكر انه عمل بيفكر عايز حاجه انجاز ليه برده تنضاف له ده مهم جدا فهل هيلعب بنفس الطريقه هل هيغير في طريقته هل هيضغط على النادي الاهلي هل هيدافع معظم الوقت هل هيقفل نص الملعب كل ده راجع لعيبه النادي الاهلي ان هي بتقدر تهيمن على الماتش في اول ما ينزله يقدر يتحركوا اللعب على الجناب بمسك نص الملعب كويس جدا اللعيبه بتاعتي ما فيش في خط الظهر بيقفله كويس جدا مفيش سرحان بيفكروا كويس حارس المرمى واقف في جونه كويس كل الحاجات دي بتاثر على انك انت خلص الماتش خلص الماتش والعب كورتك النادي الاهلي ما تفكرش بقى في الماتش اللي قبل كده ما تفكرش في الماتش اللي جايه حتى بتاع يوم الجمعه فكر في الماتش ده فكر في ماتش الاسيوطي مرحله انك انت تكسب عشان تطلع المرحله اللي بعديها في الكاس صحيح. دي اهم حاجه صحيح. هي يعني لعيبه النادي الاهلي وانا عارف ان الكابتن حسام بدري هتلاقيه قاعد كام ساره وحبيبه واحمد ايوب وسيد معوض كل المدربين الموجودين هتلاقي بيتكلموا كابتن طارق برده مع اللجوان نفس الكلام كله بيركز على اساس ان هم عايزين
خلصوا من ماتش الزمالك بيفكروا في ماتش الاسيوطي، عشان بعد ماتش الاسيوطي ربنا يوفقهم ان شاء الله يفكر في الماتش اللي بعده بتاع الافريقي. فهي المشكله ان لعيبه النادي الاهلي تأدي الماتش كويس جدا وتلعب لعب النادي الاهلي، لعب النادي الاهلي، ما تفكرش، ما تنسقش ورا اي حاجه، ما تفكرش بقى في النتيجه اللي قبل كده، فكر في الماتش ده عشان ده اللي هيفوقك ويدخلك في التيم تاني، لانك انت بطل دوري وان شاء الله هتبقى بطل كاس باذن الله. طيب كابتن شريف، خليني اسالك من خلال القائمه المتواجده اللي اختارها كابتن حسام البدري، هو 22 لعيبه، اقولهم لحضراتكم مره ثانيه، كنا من حسام غالي وحسام عاشور واحمد فتحي ومحمد الشناوي وايمن اشرف وهشام محمد ومحمد نجيب وعمرو السوليه واجايه وصبري رحيل وصلاح محسن احمد ياسر ريان وليد سليمان واحمد حمدي ومروان محسن واسلام محارب وباسم علي ومحمد هاني وميدو جابر وبكماني وعلي لطفي ورمضان مصطفى. دي القائمه كابتن، توقع تشكيل غد كابتن حسام البدري، هل هيكون بنفس تشكيل مباراه الزمالك ولا هيبقى في اختلاف في التشكيل؟ أعتقد خروج طبعا شريف اكرامي كابتن، وخروج احمد فتحي، وخروج احمد فتحي يعني. اعتقد ان هيكون في تغيير، بس احمد فتحي موجود، بس يعني موجود مع الفريق، مش لا. مش بس مش بره الفريق يعني، التدريبه بتاعت النهارده بتبين كابتن حسام مش هيعتمد عليه بشكل كبير، بره التيم يعني. هو هقول لك على حاجه، من ماتش الزمالك كده حسينا ان الشكل الهجومي بتاعك بمروان محسن وصلاح محسن في محطتين جامدين قوي. انت تقدر اي انطلاقات من ناحيه اليمين، من التدعيم من نص الملعب، من ناحيه الشمال، عندك انياب في الهجوم. احنا عندنا حاجه عايزين نعديها في المباراه دي يا كابتن فاروق، لغه التقدم، ان احنا لازم من مباراه الزمالك ما يبقاش احنا اللي بنتاخر. ايوه احنا يعني لازم يبقى لنا سبق في احراز هدف في هذه المباراه، ما ينفعش يخش فينا هدف وارجع تاني نفس مشكله ماتش الزمالك ويحصل فيه اللي بيحصل في ماتش الزمالك. وليه لا؟ ده رأي الأسيوطي، ده إذا كان نادي الزمالك لعب بالأسلوب ده وبالطريقة دي وقدر يتفوق على الأهلي في أول تلت ساعة، وليه لا؟ إن الفرق بتفكر على ماتش الزمالك إنها تاخد السلبيات اللي في النادي الأهلي وتلعب عليها، وليه لا؟ إن إحنا ناخد السلبيات فعلا اللي كانت عندنا في ماتش الزمالك ونبعدها خالص ونرجع للشكل الايجابي بتاعنا اللي احنا كنا بنعمله من اول مباراه. احنا اللي بنضغط، احنا اللي بنعملش مساحات للفرق اللي قدامنا انها تتفوق علينا في نص الملعب، وده شيء بحت للجهاز الفني. دايما انت عارف حسام البدري الغيابات اللي عنده والاصابات هي اللي بتتحكم فيه دايما في حكايه انه يحط ال 11 اللي هيلعبوا اول المباراه او القوام الاساسي اللي هو يبتدي بيه، وبيخلي تحت دايما عنده معاه على البدلاء أعمدة قوية جدا، إن هو لو توفق الناس اللي موجودة في الملعب بيوفر الأعمدة القوية جدا لوقت قليل قوي كابتن فاروق يشتركوا معاه للمرحلة اللي هي المباراة اللي بعدها، يبقى معاه برضه ناس أقوية جدا شاركوا وأعدوهم وأساسيين وأسماء كبيرة يقدر يستغلها ويبقى عنده فكر واسع للمباراة بتاعة الترجي. فده فكر كابتن حسام البدري، فبيشوف دايما إن التوليفة اللي هو شافها من خلال التمرين ما فيهاش إصابات ولاعيبة جاهزة على قد اللياقه البدنيه بتاعتهم يقدروا يخوضوا مباراه الاسيوطي ويتخلوا تماما عن اي احساس بعد مباراه الزمالك اللي حصل فيها ده، هو ده اللي هيختاره كابتن حسام. انما انا النهارده اسمي لك مثلا احمد حمدي وصلاح محسن ومروان محسن في التيم من الاول في الاساس وهيغير الاسلوب، مثلا هيلعب ب 4 1 3 2 1، خدت بالك؟ هيغير الاسلوب ده او هيلعب 4 4 2 او هيلعب 4 3 3، ده كلام انا وانت كنا بنقوله النهارده، لازم ازاي هو هيخلي الفرقه تتمرن على الحكايه دي ويدخلهم في الاسلوب ده في التغيير ده، مش تبقى بيوم ليله، تبقى محتاجه وقت كتير قوي، وخاصه ان احنا بيبقى عندنا 3 4 ايام بيننا وبين كل ماتش. فهنا كابتن حسام بدري هو الوحيد اللي عارف حاله اللعيبه اللي عنده. انما ادانا بوادر على سؤالك، واحد زي احمد حمدي اعتقد انه هيرجع تاني في المنطقه دي. مش ميدو جابر؟ لو هتعتمد ان وليد سليمان، ميدو جابر حقيقي، انت لو هتعتمد ان وليد سليمان هيبتدي، وليد سليمان متواجد، متواجد، ما نعرفش برضه، انت ما تعرفش فكر كابتن حسام، هل وليد خرج من مباراه الزمالك مصاب مش مؤهل دلوقتي انه يبتدي المباراه، ممكن يبقى معاه فرده كويسه؟ لا، وليد سليم. وليد سليم يبقى انت بتتكلم في ميدو جابر، وفي انا بتكلم في احمد حمدي، ده فكرة. لا انا ما بتكلمش، انا بقول لا احنا انا وفوزي بنتكلم. هو سالني فوزي قال لي مش ميدو جابر، انا بقول له شايف ان هيبقى وليد سليمان في النص، احمد حمدي واجايه، كويس تمام. القدام انا دايما بطمع في
في اثنين صلاح محسن و انت عايز تلعب باثنين في الفراغ ده واحد في واحد الماتش ده وماتش واحد قدام واحد يبقى تحت شويه الماتش ده والماتش اللي جاي لازم العب باثنين في حاله ان ازارو مش موجود. ازارو بيعمل لي السبيس وبيعمل لي الايقاع وبيعمل لي الفرق في خلي بالك كابتن اصلها ممكن انت لو هتبتدي ب 4-2-3-1 وبيبقى مثلا بالشكل اللي انت بتلعب بيه بشكل عام تحركاتك داخل الملعب تخلي مثلا واحد تحت مروان باستمرار مثلا من خلال التحركات بشكل معين. انت فاروق عندك دايما ناس جديده بتخش عليك في الفرقه. انت النهارده الفرقه اللي لعبت بيها نادي الزمالك مش هي اللي هتلعب بيها، مش هم ال 11 هم بيخش عليك عناصر جديده دايما. عندك اصابه سعد سمير مثلا فبتخلي حد ينزل في المكان ده جديد، اذا كان نجيب او محمد هاني وهتجيب باسم علي مثلا باك رايت، ما هو عشان ما فيش فتحي كمان. عندك التدوير بتاعك سهل انك تعمله، انما برضه عنصر جديد عليك، عنصر ثقه جديد. انا النهارده لما بقى عيني الشناوي واخد على ناس معينه بتلعب قدامه وكل يوم بيتغير له واحد، ما هو حكايه مش ما احنا عارفين. طيب ورا كابتن باسم علي ناحيه اليمين ولا محمد هاني؟ انا دايما بطمن باسم علي ومحمد هاني جنب ايمن اشرف. يعني محمد هاني تلعبه كسيرد باك نجيبه ايمن اشرف؟ انا بحب هاني في النص جنب ايمن اشرف كسيرد باك. سيرد باك وباسم علي يمين. الحقيقه الولد لما بيبقى جاهز باسم علي ده بيبقى فراشه وبيقدر يعوض لنا الحته اليمين دي، وعنده من الانطلاقات بقاله فترة. ده لو لعب شكلها كده هتبقى محمد هاني ونجيب وايمن اشرف. بس يمكن كابتن شريف يمكن كابتن حسام يفكر الله اعلم يعني ان ممكن نخلي هاني وهيلعب مع نجيب وايمن تمام، على اساس لا قدر الله لو حصل حاجه في السيرد باك يقدر يخش هاني ويقدر يبقى تغيير واحد. ما هو ده اللي احنا بنقوله يعني هاني ده لو مش هيلعب باسم علي لو مش هيلعب باسم علي يبدا بهاني على اساس ان لا قدر الله حصل حاجه. ما دي حريه الحريه حسام البدري ما عندوش مشكله هنا في حته حتى في غياب سعد سمير ونص الملعب. لا طبعا الاهلي يا كابتن شريف مش محظوظ في حته بتاعت سيرد باك السنه دي غريبه جدا. لا هو السنه اللي فاتت السنه مش او السنه يعني. السنه اللي فاتت انا مش عايز اتكلم رامي ربيع ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. انت طلعت عندك بتاع 10 11 لعيب السنه اللي فاتت لو هنتكلم من اول حجازي بقى فاهم قصدي انا ايه؟ والافارقه اللي انت بعتوهم والناس اللي جم ودخلوا عليك وخرجوا معاك انت بطل تعوض يعني انت بطل انك بتاخد الدوري بست اسابيع واخد بالك وبطل انك انت في الموقف ده وبطل في كل شيء. احنا ليه بنتكلم دايما ان احنا لازم يكون عندنا اللعيب السوبر اللي هو ساندني مكان حجازي وواحد تاني جنبه محمد نجيب. محمد نجيب لما بيبقى البعض يقول لك بيقف جنب حجازي البعض يقول لك احنا سعد سمير ربيعه كل دول انت مفقود فيهم. ايوه ما انا بقول لك انت عندك هو دي النقطه انت يعني جمهور النادي الاهلي كابتن فوزي خلاص بقى بالنسبه له بطوله الدوري شيء خلاص متعود عليه. هو بيتكلم دائما في بطوله افريقيا فانت هي دي النقطه. بشرح حته صغيره للجمهور الجمهور عارفها ان اللعيبه دي بتعمل انجازات كتر خيرهم ومش اماكنهم. وايمن اشرف بيلعب في الحته دي ضغط عصبي عليهم. ايمن اشرف بيلعب في الحته دي لا كتر خيره يعني فاهم قصدي. بس ثبت وجوده وهو بيلعب. محمد هشام لما هشام محمد لما بينزل جفته وكده هشام محمد لما بينزل وبعد غياب وبتطلبه ولعيب كويس فاهم يعني في لعيبه هنا عملت شكل تعويضي لكل النجوم دورهم جاي. اكرم توفيق يا كابتن كمان في وسط الملعب هشام محمد دورهم جاي. وبعدين هقول لك الجماهير دايما فكر في كده يا شيري الجماهير كده محتاج اللعيبه دي هيجي لها. الجماهير دايما عندها ثقه. انت عندك بطوله عربيه احنا نسيناها كمان لسه صحيح. الجماهير الاهلي عندها ثقه في الشكل التسويقي والشكل الاداري بتاع النادي الاهلي انه ما بيغفلش عن اي شيء وانه بيبحث دايما عن الجيد جدا. النهارده كان في قاعده اسال فاروق عليها كلنا بنتناقش مش عايز اقول الاسماء اللي موجوده في حته الناس اللي هي ورا دي وتسالنا انت تحب تجيب مين وانت تحب تجيب مين. انا واحد قلت انا احب الاثنين اللي لعبوا اتلتيكو مدريد لعبوا معانا ماتش اتلتيكو مدريد اللي انت الاثنين ورا. قالوا لي وانت قصدك ايه كل واحد فينا حتى وليد صلاح اتكلم وفاروق اتكلم الناس كلها. رامي صبري واحمد سامي كابتن عادي يعني قول الاسم هم كانوا معروفين رامي صبري واحمد سامي. كان رامي صبري واحمد سامي انا قلت ساعتها حسابات النادي الاهلي احنا كنا شايفين ان دول اندمجوا بسرعه مع الفنان حسابات النادي الاهلي وكابتن حسام البدري ولجنه الكوره وكابتن زيزو ليهم شكل تاني بيبقى اكيد شكل مختلف. انت بتدور على الحته اللي هو اللي انت افريقيا ما بتدورش على جزء. ما انا كشريفه فاروق بدور على السنه دي افريقيا فاهم قصدي؟ طبعا هو السؤال بس أفريق. عشان ايه كابتن شريف ايه اللي قدامكم في الدوري الممتاز تقدر تجيبه مين اللعيبه اللي بتضغط عليها جامد قوي بيقدروا يردوا الاسماعيلي والمصري والاهلي والناس دي هم دول ومحمود متولي بتاع الاسماعيلي طبعا احنا مش عارف ناخد حد من الاسماعيلي لما نعمل يعني لما اتمناه انت فاهم قصدي؟ زي ما كل واحد بيقول لك عواد في المنتخب احنا بنتكلم بالاسلوب ده بنتمنى اللعيبه الجيده اللي هي النادي الاهلي هو بؤره الضوء الحقيقي هو اللي بيلعب في افريقيا هو اللي بيودي اللعيبه لمنتخب مصر
دي برضه محطه جيده جدا للعيبه. القطاع هيطلع لك خلي بالك يعني ان شاء الله. عندك محمد عبد المنعم والناس دي الحته اللي كان بيقول عليها فوزي عنده فرصه لسه. اتفضل لسه ما بقتش. انا قصدي يعني انت النادي الاهلي لما بيلعب في اي بطوله لو اي افريقيا، بطوله عربيه، بطوله كاس سوبر، كاس مصر، مش عارف، النادي الاهلي ما بيبصش بقى الجمهور بيبص للبطوله دي والبطوله دي، ده خلاص يعني انت بتدخل بطوله عشان كده البطوله العربيه بقول لك مهمه. وحتى الجوائز بتاعتك كويسه جدا. لا يعني يمكن 2 مليون دولار تقريبا. يعني مبلغ برضو كويس. انت عارف كمان لما تكون بتلعب في بطوله وجوائزها كويسه جدا دي حاجه كويسه، لان بتعود على النادي الاهلي برضو بفايده. فلما بتلعب في افريقيا برضو السفريات بتاعت افريقيا والحاجات دي متعبه جدا للعيبه. خلي بالك. انا بس عايز اوضح صوره الجهاز الفني قد ايه هو في وضع محتاج التدعيم مننا ومن الاداره طبعاً ومن كل طبعا الجهاز الفني هو الحقيقه اللي بيشيل الحكايه كلها. وهو اقرب واحد للعيبه. يعني يمكن احنا ممكن نتكلم نقول فلان وفلان، ويمكن هو اقرب واحد للعيبه. مش عايز اسالك لو انت دلوقتي مكان حسام بدر هتعمل ايه؟ وسالنا انا مش عارف ارد. بس انا اقول لك حاجه اقول لك بصراحه انا مش عارف. لا بس انا اقول لك حاجه انت في فاروق يرد. بس هو بالراحه بس احنا الحمد لله ما عندناش اي مشاكل يعني. مفيش. لا بس يعني انا اتكلم مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه من ضمن اي مباراه. وانا عجبني تصريح كابتن احمد ايوب كمان بعد المباراه ان احنا ابطال الدوري ومباراه وكنا بنجرب مجموعه من اللعيبه في نفس الوقت. وطبعا الظروف. وهو ده كابتن انت بتتكلم على الفتره الجايه. انت خلاص واخد البطوله دي انتهى الموضوع وتنسى وخلاص وفكر في الماتش اللي بعديه. لكن مباراه الغد دي مباراه مهمه جدا. لا كان ماتش الزمالك كان نفسي ويهمنا ان انت بتصالح جمهورك وبتفكر بشكل. والله كان فاروق انا كان ماتش في ماتش الزمالك ده يبقى ماتش عادي طبيعي. ماتش كوره ماتش الزمالك احنا كنا هنسينا ماتش كوره. بس انا ولا حاجه يا كابتن. اصل هي ايه جمهور الاهلي حته جزئيه ال 11 سنه حتى الجهاز الفني. ما هو اما تيجي تحسب كابتن حسام البدري قبل اللقاء كان لعب 9 مباريات لم يهزم فيهم من نادي الزمالك تماما. فطبعا ده برده رقم للنادي كابتن البدري ورقم ايضا للنادي الاهلي ورقم للجمهور دايما. جمهور النادي الاهلي دايما بيحب فريقه كسبان ومبسوط. خليني اقول لك كابتن بس حته التشكيل. انا هم برضو يهمني اعرف برضو توقعاتك التشكيل غد للملاقات الاسيوطي. يعني برضو قريب للشيف اللي قاله يعني. بس هو كابتن حسام عودنا في الماتشات اللي هي اللي فاتت دي كلها بيعتمد على العناصر الاساسيه اللي عنده. العناصر الرئيسيه بتاعته مش اساسيه. العناصر الرئيسيه عنده هيلعب برضه بكل قوة اللي عنده عشان عايز يعدي ماتش الاسيوطي. وفي نفس الوقت بيفكر في الماتش بتاع يوم الجمعه. انه عنده اللعيبه بتاعته تبقى جاهزه للماتش بتاع يوم الجمعه. انت لما تشوف هو لعب يوم الخميس الجمعه ريح اللعيبه، يوم السبت تدريب، الحد يا دوبك تمرين خفيف النهارده، بكره الماتش. اللعيب ما بيلحقش يا كابتن شريف. انت كنت لعيبه عارف احنا لما بتلعب ماتش وبيحصل فيه جهاد وحاجات زي كده محتاج يومين على اساس ترجع تشوف اللعيب هو كسبان غير اللعيب هو خسران. وبرضه تفرق طبعا تفرق نفسياً. لما اكون انا كسبان بتديك نفسيا وراح التمرين وانت مبسوط، غير لما اكون مثلا لا قدر الله بيحصل فيها هزيمه بتبقى رايح برضه وشايل الهم لان جمهورك بتاعك جمهورك كبير يقابلك في الشارع وبيقابلك في كل حته ويقول لك معلش شد حيلك والماتش الجاي عوضه. فلعيبه النادي الاهلي محتاجين في ماتش بكره انه يعوضوا الكلام ده يا كابتن شريف. صحيح. يعني بص يا كابتن رؤى فعلا يعوضوا الماتش بتاع نادي الزمالك عشان يطلعوا من الماتش ده يخدش على ماتش بتاع يوم الجمعه. لا ما هو حقيقي كابتن ما ينفعش ماتشين ورا بعض النادي الاهلي. لا هو لعيبه النادي الاهلي انا بقول لك طبعا هم احساسهم النوادي الكبيره كده احساسهم باهميه المباراه خصوصا دي بطوله في تاريخهم. فانت لما هتخش فيها وبعدين ما ينفعش ابدا اي حاجه غير المكسب في مباراه زي كده. برشلونه مش طالع من بطوله اوروبا لعب بعديها دوري كسب. صحيح. يعني هي دي الانديه الكبيره. يعني انا بقول ايه النادي الاهلي زي الانديه الكبيره خلاص. انت لا قدر الله بيحصل لك في ماتش ده بقاله قد ايه ما تهزمش يعني امسك الخشب خلاص بقى يعني عشان ايه ننزل عين زي ما الشيف بيقول كده خلاص. بس انتوا برضه ما قلتوش انتوا الاثنين التشكيل من ورا لقدام هتقولوه. بس لا هنقول لك التشكيل. خليني بس اطلع لفاصل ونرجع نقول التشكيلات المتوقعه من كابتن شريف كابتن فوزي سكوتي. قبل الفاصل يمكن كنت بسال كباتن مصر على جزئيه التشكيل وتوقعاتهم للتشكيل. هل ممكن يكون بنفس تشكيل مباراه الاهلي؟ طبعا مع خروج بعض اللاعبين احمد فتحي، كريم نيدفيد ايضا مش متواجد في التشكيله. كابتن شريف توقعاتك من بدايه من حراسه المرمى حتى طبعا انا توقعاتي يا كابتن فاروق يجوز ما حدش هياخد بيها بكره. انما دي توقعاتي الشخصيه انا اللي عايز العب بيها فرقه الاسيوطي. هو فريق الاهلي مبهم معروف يا كابتن. معروف بس انا هلعب بطريقه ثانيه غير اللي بيلعب بيها كل مره. انت عايز تغير طريقه اللعب؟ انا هغير طريقه اللعب. هو هيلعب زي في طريقه الشمس. انا هلاعب الاسيوطي زي ما لعبني الماتش اللي قدامي في الدوري. واتفرجت انت على شويه البرومو اللي انت جبتهم لي دول عجبوني فانا
كونت فكر جهاز فني لوحدي وحطيت فيه حسام لوحدي. بقى قول لك يا حسام بدري لازم تلعب. خلينا بقى ايه نعمل حاجه جديده بدل ما كل مره بنقول نفس الكلام 4 2 3 1 والحاجات دي. 4 2 3 2 3 1 دي فيها شكل يسمح ان احنا نلعب بيه دلوقتي في مباراه زي كده. قصدك كابتن في اي يعني مباراه جايه الحقيقه يعني، وخاصه انها بتبقى مباراه قويه. طب اللي انت هتلعب بيه النهارده في حاله اكتمال اللاعبين الغيابات الاساسيين اللي عندي الانياب بتاعتي القويه العب ب 4 2 3 1 اللي نجحتني طول السنه. مباراه زي كده يا كابتن العب 4 4 2 4 4 2 تلعب بيها مباراه الترجي بنفس الطريقه. العب بيها بنفس الطريقه عشان عندي انياب هجوميه هتبقى موجوده وعندي اربعه في نص الملعب من احسن اللعيبه. بس هو ما لعبش 4 4 2 يا فندم. ما لعبش 4 4 2 حسام مالناش دعوه طول الموسم ده. فكره انا كابتن طول الماتشات الجايه كابتن فوزي ماكش دعوه كابتن الماتشات اللي فاتت يعني ما تدبش كابتن حسام في الشكل ده. انا ده شكل انا عايز استغل ان شاء الله هو شكله حسام يشكله زي ما هو عايز. بس انا هلعب على فكره طريقتك دي اللي تقول عليها جامده برضه يعني طريقه جامده يعني خلي بالك مش اديك رجعت تاني معايا في لا لا بقول لك الطريقه جامده برضه. اديك اسماء لعيبه هو يعمل فيهم زي التشكيل 4 4 2 محمد الشناوي محمد هاني محمد نجيب ايمن اشرف رحيل اجايه احمد حمدي ميدو جابر وليد سليمان صلاح محسن مراموس. قولهم كده تاني كابتن قولهم بس تاني كتير دول ولا لا بس قولهم تاني ما انا ما اعرفش يمكن عايز اعد وراك. 8 و2 10 وجون 11 انت حسيت انهم كتروا الحاجات دي ما هو الواحد زياده في الشناوي ادي واحد عشان اللي قال في النص واربعة ورا قال في النص كتير محمد هاني محمد نجيب ايمن اشرف رحيل ادي خمسه أربعة قدامهم تسعة واتنين 11 طيب لا تمام أجاي أحمد حمدي ميدو جابر وليد سليمان عندك أقوى من كده. طيب ثانية واحدة بس خلينا نتكلم في الحتة دي. صلاح محسن ومروان محسن عندك أقوى من كده. هاجي لك يا كابتن بقى أنت بقى كابتن حسام يشكلهم زي ما هو عايز. ماشي هاجي لك التشكيلة يا كابتن ولكن بقى الكابتن حسام ما دام بقى غير الطريقة. طيب الطريقة دي بتعتمد يا كابتن على جزء كبير جدا على اتنين من وسط حربة وجزء كبير أكتر عشان تغذي الناس دي الأطراف. التكتيك اللي هتشتغل بيه في الجزئيه دي يا كابتن سرعات اللعيبه ايه اللي هما اللعيبه دي اللي انت شايفها عشان اوصل تقدر عايز اقول لك تعمل لغه مع بعض وتعمل دويتات مع بعض. انت عندك رحيل واجايه خدت بالك واحمد حمدي من لغته مع اجايه وتحت اجايه وقدام اجايه مع تحركات صلاح محسن يمين وشمال وسويتشات. هو انا عايز اقول لك على حاجه انا اتعلمت ده وانا بلعب ولعبناها كتير قوي انا وفوزي. انا زمان ما كنتش بلعب ساعات وانجلت بلعب انا وفوزي اتنين روس حربه فاهمني. بس احنا اللي كنا بنروح على الاطراف وكره جايه من ناحيه الشمال. احنا اللي كنا بنعمل اللغه الدويتات وبنعمل نطلع ربيع يسيع امتى وبنطلع الهاف ليفت مختار امتى نوديه واحنا نعمل فوزي يجي مكاني وانا اجي مكان فوزي وتيجي العرضيات الناس مش مراقبانا. يا كابتن انا مش هشرح ولا هعمل حصه تعليميه لا وانت ما انت كنت فيرود جامد قوي وعارف القصه دي وبتعمل اللي انا بقول لك عليه ده. حاضر يا كابتن. الوقت اللي احنا فيه هل الثلاث ايام دول يسعفوك انك تعمل 4 4 2 هي دي المشكله بس. انما انا الاسماء دي تعجبني في تشكيله النادي الاهلي هو يشكلها. هل خبرات اللعيبه كابتن ما تسمحش في حاجه زي كده؟ انت عندك احسن لعيبه في مصر وعندهم الوعي التكتيكي موجود وكل التفاصيل. لو كابتن حسام بدري قرر ان هو مروان محسن يبقى جنبه صلاح محسن مش هيبقى في ادنى مشكله. هو ازاي بس توصل الكوره لجزئيه احمد فتحي بشكل معين وازاي يفضي له اللعيبه تفضي له الجزئيه دي والناحيه الثانيه لصبر رحيل ازاي يفضي له اللعيبه الجزئيه دي ويقدر يرفع كروس. انا عايز اقول لك على حاجه دي مهمه دي مهمه فوزي اسلوب النادي الاهلي اسلوب النادي الاهلي في حكايه الباص اللي اخترعوه وعملوا فيه شكل جمالي طول على الاقل التسع ماتشات اللي فاتوا كويس باص 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 بال 22 نقله وبتنتهي النقله بهدف او بتراي ان هي كانت ممكن تبقى هدف. دي الكره الاوروبيه الاهلي بقى بيلعب كده. فالتشكيله اللي قدامي دي الولاد عندهم من اللياقه ومن الحرفنه ومن التالنت ومن كل حاجه ان هم يلبسوا التيشيرت الاحمر ويأدوا بهذا الاداء. تمام. داخل المنظومه دي 4 3 3 4 4 2 4 1 3 2 انا اهم حاجه عندي ان الاثنين اللي انا مصمم عليهم وده رايي انا صلاح محسن ومروان محسن في حاله غياب الراجل اسمه ايزار بعوض الشكل الهجومي المساعده لمروان محسن مساعده للاثنين وهم يساعدوا كمان الناس اللي جايين ويعملوا سويتشات ويساعدوا بعض. والاقي صلاح محسن بقى اللي احنا اتهمناه كله انها صفقه نص ونص يثبت بكره بقى ان شاء الله نديله الفرصه
انه لا صفقه هو لعيب كويس، لا لعيب كويس يكسبني بقى النهار، يكسبني بكره، ويكسبني الماتش اللي بعديه، ويكسبني يوم الترجي، ونمشي في المسيره زي ما ازارو جه. وكان ازارو لما جه كان الساحر علاء الدين، ما خد وقت بقى ما دخل، ويوم ما جاب الثلاث جون بدماغه الحاجات دي في افريقيا. انت رايح الماتش علاء الدين كان يعملها كده تلاقيها جوه. انت رايح الماتش ولا مش رايح؟ رايح الماتش لما فيش استوديو يعني. خلاص قول لي يا كابتن التشكيله اللي ممكن يعني مش هختلف عن شريف كده، بس حسام البدري غير. لا انا يعني يمكن مع التريت حسام البدري في الماتشات اللي فاتت اللي شفناها هيبقى. وعلى فكره يعني انا هتكلم بس اقول الاسامي التشكيله وبعد كده اقول لك الطريقه. يعني محمد الشناوي ومحمد هاني ونجيب وايمن اشرف صبري رحيل، هيبقى عمرو السوليه وهشام محمد اعتقد ممكن يكون جنبه. خلي يعني عاشور ممكن يريحه. هشام محمد حسام في الفرقه اللي رايحه. هشام محمد متواجد يا كابتن. متواجد. انا بس نسيت واحد، عمرو السوليه. ميدو جابر خلاص بقى، انت قلت خلاص بقى الشريف، انت قلت التشكيله. لا بعديك انا بتكلم بعديك. بين الشوطين، بين الشوطين غير بين الشوطين. احط احتياطي. هيبقى في النص ميدو جابر واجايه ووليد سليمان، وهيبقى قدام مروان محسن او صلاح محسن. يعني نفس الطريقه اللي كابتن حسام بيلعب بيها، لان في الوقت الضيق اللي هو فيه ده مش هيقدر يغير، وهيعتمد على التشكيل بتاعه اللي موجود ده والتشكيل بتاعه يوم الجمعه. نفس طريقه اللعب. بس انا مع الكابتن شريف في حاجه، يعني انا بقول انت كان فرق، كلنا لعيبه كوره، كنا بنلعب كوره، المدرب بيقول خطه بتاعته، بيقول تمركزات معينه. اللي بيميز النادي الاهلي انه بيحافظ على التمركزات كويس جدا. بس انا ممكن كل بدل ما بقول مروان محسن، كل اللي بيبقى فاكر ان مروان محسن هو الفرد لوحده، ممكن الاقي اجاي، ميدو جابر، وليد سليمان. التحركات بقى بتاع اللعيبه اللي بيقول عليها كابتن شريف. يعني ميدو جابر، وانا كان قصدي عمرو السوليه. بص بقى شريف، اللي انت انتوا اللي زقتني انت وفوزي. انا بقول لك انا عندي عمرو السوليه مكان ميدو جابر. مش رجعنا قلنا له التشكيله، انا هغير خلاص بقى بين الشوطين. انت هتغير بين الشوطين. زقتوني على قعدت تقول لي ميدو جابر، ميدو جابر فوزي، بطل الحاجات دي. اتفضل حضرتك. فانا بقول لك يعني هو اداء اللعيبه زي ما احنا بنقول، لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله كلهم لعيبه كويسه جدا، عندك احسن لعيبه في مصر، بيقدر الكابتن حسام البدري يتكلم في الخطوط العريضه تمام، لكن في اداء اللعيبه اللي في الملعب، التوفيق بتاع ربنا، التحركات بتاعه اللعيبه، الفوقان بتاعه اللعيبه، الكره العرضيه اللي جايه لمروان محسن بدل ما تيجي في العارضه كانت دخلت في الجون، الكلام ده كله هيفرق. تحركات اللعيبه، يعني انا ممكن الاقي وليد سليمان داخل جوه ويطلع اجايه من ناحيه اليمين، وميدو جابر لو بدا برده نفس الكلام، عمرو السوليه بيتقدم، هشام محمد بيغطي من وراه، الاقي صبري رحيل كره زي كده قفسها بيه وارجع لها. انت يعني بتلاقي هي ده ضربه ركنيه، ولكن اجايه بقى كان فين؟ يعني احنا عايزين لو في كوره برده متحركه بعد وجود اجايه في ال 18 وجود صلاح محسن، في هدف احرزه صلاح محسن ايضا. يعني قصدي بص يا كابتن روح، ده التحركات بتاعت لعيبه النادي الاهلي. بص كام لعيب جوه على طول بيتحركوا ما بيوقفش، ما دي ميزه لعيبه النادي الاهلي. بيبقى في توفيق، في تحركات، في سعي للكوره، كل هدفهم انهم يروحوا على الجون يسجلوا اهداف، ده اللي المفروض بيحصل. بص ادي اجايه مثلا بيخش لجوه، يعني عمليه التحرك اتحطت على طول، يعني ده لعيبه النادي الاهلي. احنا بنقول خطوط عريضه، بنقول اسامي مراكز معينه جوه الملعب، المدرب ما بيحركهمش، هما اللي بيتحركوا، هو اللي بيشوف زميله بيتحرك ازاي. عشان كده لما بنقول تملي الكابتن حسام بيحافظ على اللعيبه الاساسيه، اللي مش الاساسيه، العناصر الاساسيه اللي عنده اللي بيبدا بيها، ان هي بيبقى في انسجام بينهم يا كابتن شريف، انه مش في يوم واحد احط ده واشيل ده، يعني بيبقى في هو انا ما شلتش حد انا في يعني بيبقى في لعيب او اثنين، يعني لو ظروف اصابه ظروف بتاع، لكن هو لازم اعتمد على اللعيبه بتاعته. بص التحركات كله حافظ، شوف اللعبه بتاعت الجامب الصغيره تحط جون على طول، ده لعيبه النادي الاهلي، ده التحركات. لكن انا ممكن اقول لك نلعب زي ما اقول شريف كده، نلعب 4 3 4 2 3 1، نلعب 4 4 2 نلعب 4 3 3، يعني كل ممكن تقول كل اللي انت عايزه، وساعه اللعب تحركات اللعيبه زي ما بنشوف بره. لما ده اللي حصل ماتش الزمالك، ماتش بره ده احنا بنشوف بره لعيبه ماتش الزمالك والاهلي، كابتن حسام كان بيتامل حاجه في الملعب شافها في ماتش بتروجيت ما لقاهاش في ماتش ممكن، لا في تحركات من اللعيبه عشوائيه ما عملتلوش، ما هي دي النظام في وسط الملعب اللي اتاح لنادي الزمالك سيطر عليه. انت في يوم بيبقى ساعات، عشان كده انا بقول لك انا النهارده عايز مجموعه معينه، مع استثناء انا قلت بس ميدو بدل عمرو السوليه، انا شايف اجايه واحمد حمدي والسوليه ووليد سليمان دول في نص ملعب يعملوا لك قوه ضربه جامده جدا مع اثنين فراوده دول. طبعا ده شكل هجومي بحت اللي انا بتكلم عنه، ولن يديرك في اي شيء، بالعكس بيسيطر لك على نص الملعب وبيقرب لك حتى الدفاع من نص الملعب عندك، وبتبقى باك اب كده في الملعب وعامل انت السيطره وعامل كل اللغات اللي هي تسمع لك انك تخلص الماتش. عايز ترجع بعد كده زي ما كابتن حسام بيحب يعظم المباراه. كابتن شريف في الماتش كام لعيب
كام لعيب جوه؟ لا ده دي التحركات يا كابتن. ايوه كابتن فوزي ده اللي احنا قصدنا عليها يا كابتن. دي تحركات اللعيبه وانسيابيه اللعيبه. ايوه في الملعب. بس هل في كل ماتش اللعيبه بتبقى كده؟ على حسب بقى التوفيق بتاعهم، على حسب هو الفوقان بتاعهم. طب انا اوفر لكل لعيب لعيب جنبه؟ لا انا عايز اوفر لك يا كابتن فوزي لعيب جنبك يخليك في السرعات وفي الباص وكل حاجه نفسيا مأمنك. يعني وليد سليمان ده هيفضل شايل الليله كلها هو. لا لا لازم حد بيغطي. طب انا لازم احط له ولد صغير جميل كده بروميسنج زي احمد حمدي بيقدر يروح وبيقدر يعوض ان هو يخش مكان مروان وبيروح على الجول وعنده الهابت وعنده العاده عشان يادي واقدر امسح الناحيه الهجوميه واقدر افتح مع اللعيبه دي كمان لعمرو السوليه انه يزور شويه ويشوط شويه. لغه التصويب مهمه جدا في المباريات بتاع كاس مصر دي. دي حرفيه لازم لا نتخلى عنها وهي متواجده عندي في اللعيبه كلها من وليد سليمان للسوليه لكل اللعيبه عندك بتشوط كويس باستثناء جايه اللي بيحب يلعبها 1 2 ما اعرفش يروح يبعتها بالبليسنج اللي هو زي ما احنا شفنا دلوقتي. يعني كل الناس عندها العاده بتاعت التصويب وقويه جدا وبيتمرنوا عليها كويس. الثوابت اللعيبه اللي انا اجايه لما يكون فايق بيفرق كتير يفرق جامد جدا. ما هو لازم تدي له ناس كمان تشيله في الملعب السوليه ما تبقاش بعيده عنه. احمد فتحي لما بيبقى فايق بيبقى حاجه ثانيه خالص. كابتن فوزي ناحيه الشمال نفس الكلام. انا يا فوزي لما كنت انت بتلعب وجنبك كابتن طاهر ابو زيد وجنبك شيف عبد المنعم جرايت او مصطفى عبده وجمال الحميد بجنب كان بيك. انا قصدي اسماء بتلعب وراك بتامنك صح بتخليك انت عندك حريه الفيرويد اللي عارف ان لو شطها وردت هتلاقي جمال بيحطها. أيوة. هتلاقي حد محسن بيحطها. اي حد هيجي مختار فاتح وعملها لك مش عارف ايه انت بتروح على القريبه عكسك بيجي واحد تاني انا بحطها بدماغي. كل واحد وفي نقطه مهمه في اسماء اللعيبه بيعوض الشكل اللي حصل لنا. نقطه مهمه جدا كابتن فوزي كابتن شريف ان بكره واللي يمكن كانتش موجوده في الشوط الاول في ماتش الاهلي والزمالك انك اما بتفقد الكوره ما كنتش بتجيبها بسرعه. يعني كان الجزئيه دي مهمه جدا ودي اهم حاجه في النادي الاهلي على مدار الموسم حته ان انت بتفقد الكوره بتضغط في نفس المكان وكميه اهداف جت للنادي الاهلي الموسم ده ان انت مثلا الكوره اتقطعت مثلا عند 18 للفريق الخصم بتفضل عند الجزئيه دي وتاخدها وتبتدي تشتغل الشغل بتاعك وحته ال1 2 وبتبتدي. يعني انت لما تشوف الشوط الثاني بتاع الماتش الاهلي والزمالك نادي الاهلي ضغط على نادي الزمالك على طول. الزمالك بيلعب على المرتده كل لعيبه الزمالك رجعوا ورا مش قادرين يوصلوا لغايه الجون بتاع الاهلي. يمكن في فرصه جت ولا حاجه مع ان ضغط النادي الاهلي انه عايز يعوض بسرعه عايز يجيب اجوان بسرعه. فاداء النادي الاهلي لعيبته بيضغطوا بيشتغلوا في مش 90 دقيقه 95 دقيقه ودي الميزه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي. يمكن ماتش يعني لو ماتش واحد مثلا عدى منهم ولا حاجه او ادائهم حتى جماهير النادي الاهلي بتحب اداء لعيبه النادي الاهلي بتطلع من الماتش مبسوطه من اداء حتى لما النادي الاهلي بيكسب واللعيبه ما بتاديش كويس يقول لك لا الاهلي النهارده مش كويس كسبنا بس لعيبه النادي مش احنا صريحين زي ما قال شريف فعلا الاهلي بيلعب كوره الكوره الباص باص 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 بيوصل بسرعه الكوره الاوروبيه دي احلى حاجه احلى شغل يعمله النادي الاهلي. كابتن فوزي دي بترهق الفرق اللي امامك وبترهقهم نفسيا وبيوقفوا فكرهم مش عارفين يعملوا معاك ايه. طبعا لان انت دائما الحركه لعيبه دايما بتشوفها بشوف وليد شويه وبعدين ابص الاقي احمد فتحي شويه وبعدين الاقي اجايه جالي وبعدين الاقي ازارو. انت بترهق اي خطوط حتى ما لا تجرؤ انها تتقدم عليك. عشان كده بيحصل الشوط الاولاني ممكن بيستحمله تيجي الشوط الثاني تلاقي اداء اللعيبه اللي قصادك مش قادرين يكملوا مش قادرين. طيب. على حسب النتيجه عشان كده بقول لك لو ربنا كرمنا رؤى بيكرم الفريق بسرعه من بدري بتلاقي الفرقه اللي قصادك مين اللي بيجيب الجون ده فاروق اجايه مين بيسلم عليه سعد سمير واقف جنبه. ايوه دي النقطه يا كابتن. انا عايز اكلمك اجايه وحالته اللي كانت موجوده في دقيقه في ماتش الزمالك هل هو ده اجهاد ولا يعني ما اعرفش. انا شايف ان اجايه الموضوع بالنسبه له بقى عايز يلعب فردي اكتر بعد خروج عبد الله سعيد او عدم وجوده جنبه. لا 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 بس انا اجاييه انا اعتقد هو اجهاد. تاني حاجه كان الماتش بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي هم حاسين ان الماتش سهل وده برده لازم درس اللي احنا قلنا عليه السلبيات والايجابيات ان اي فرقه بتلعبها انا بلعب الاسيوطي بكره في كاس مصر اكن بلعب نادي الزمالك اكن بلعب الترجي مفيش بنزل اخلص الماتش بيبقى والتوفيق بتاع ربنا طبعا انه اداؤه ساعات بيبقى اللعيب مجهد ساعات اللعيب في اول خمس دقائق بتلاقي الكره معصلده معاه يبتدي يصلح من نفسه بعد كده يفوق. حصلت معانا كتير جدا كره بس تيجي توقفها تطول منك مش عارف توقفها. انا لوحدي ما اقدرش اعمل حاجه. لا طبعا في الكره لازم اوفر لك من اللاعبين اللي جنبي ها اللي هم
يقدروا يعوضوني في الانطلاقات، يعوضوني في المساحات، يعوضوني في التحركات. عشان كده كابتن حسام يعوضوا معايا، كابتن حسام يعوضوا معايا اي فكره انا بعمله. يعني انا لو عايز اعدي من واحد اتنين وثلاثه يبقى فرايا واحد، لو اتقطعت ياخدها تاني. ايوه ما يبقاش صبر رحيل بعيد عنه، يبقى جنبه احمد حمدي، يبقى جاي له ازاره من الناحيه الثانيه او مروان، لازم بيلاقي المساعده. انا قصه ان هو مرهق دي لا، هو قال فاروق حته حلوه، هل هو بيدور على الفرديه؟ ما هي الفرديه فعلا فاروق بيدور على الفرديه، بس ليه؟ لان الجمعيه ما بقتش موجوده، فقدت في ربع ساعه في الماتش ده، 15 دقيقه ما كانتش موجوده. التحركات السهله لبعض اللاعبين من قربهم من بعض ما كانتش موجوده. فهو ده اللي خلى اجايه بهذا الشكل. انساكم للاحداث اجايه فين؟ اجايه معانا من ما عندوش التاخر في الاداء ولا عنده، كل ما الجماعيه بتاعته اكتملت وكل ما الفرقه لعبت كوره احسن هو بيبقى افضل، وكل ما لعب في حتته وما اضطرش انه يرجع كتير لورا، اعتقد ان هو بيبقى في اتم الحاله بتاعته، بيديني ال 10 من 10 بتوعه. هو غير انه بيعرف يخلص لك ماتشات يا كابتن. طبعا ومش عايز اقول برضو غيابات احد اللاعبين، الدويتات اللي كانت معاهم مقصره، احنا عمر ما كان عندنا حد بيأثر. اهو السوليه اللي شايط وهو اللي عامل الفولو. صح، وده كان ماتش صعب جدا. وكنا متاخرين بهدف وجبنا هدف وكسبنا 2-1. يعني كنا متاخرين في المباراه دي. كنا بنلعب مين احنا؟ انتاج الحربي، كان الانتاج الحربي. كنا متاخرين بهدف وجبنا هدفين. فهي الجماعيه بس وشكل اللعيبه اللي هي اداء اللعيبه. شكل اللعيبه والتحركات بتاع اللعيبه هي اللي تعوض تاخر اجايب هدف حقيقي. وعشان كده احنا بنقول الثلاثي يكتمل بوجود بقى افضاء، يعني وليد ازارو في ظل وجود وليد سيمان واجايه، وطبعا مروان محسن طبعا لعيب هايل، لكن فعلا في وقت من الاوقات انت محتاج جزئيه السرعات الاماميه. وانا معاك كابتن ان محتاج طبعا مروان جزئيه المساعده. لكن بقى المساعده بتيجي منين؟ هل من تحركات وليد؟ هل من تحركات مثلا اجايه او مثلا من احمد حمدي او ميدو جابر اللي هيبقى متواجد؟ ايا كان مين اللي هيبقى متواجد في الجزئيه دي، محتاج الدعم دائما لمروان، خصوصا كمان ان هو عنده جزء مهم جدا كابتن. هي مهم جدا كابتن، اللي هو بيعرف يلعب بدماغه. يعني ودي دائما راس حربه اللي بيقدر يعملها، بيحل كتير قوي للجهاز الفني انه يقدر يشتغل على الجزئيه دي، لان الكرات العاليه ما عندكش حد كتير في الفريق ممكن بيشتغل عليها. احنا شفنا الكور الثابته كتير جدا، والكور القرانه والحاجات دي كلها بنكسب منها. يعني الفاولات والحاجات دي كلها بنلعب، كله دلوقتي الفرقه بتلعب على الفاولات قدام 18 او من الجنب، كل الحاجات دي وبنستغل. لو يكون عندك ناس بتعرف تلعب براسها كويس جدا، ده هي دي الميزه اللي بتبقى موجوده في الفرقه. فعندنا كذا كذا لعيب في النادي الاهلي عندهم ميزه ان يعرفوا يحطوا يحرزوا اهداف براسهم، فدي بنستغلها. اللي انت بنتكلم عليها كابتن شريف ان اداء النادي الاهلي فعلا بتعتمد على القوه اللي موجوده عندك، لعيبه بتاع النادي الاهلي موجوده عندك، الدكه اللي قاعدين بره. كابتن حسام ليه بيفكر طبعا ان انا مثلا لو بدات مروان وصلاح محسن، ما انا لازم اخلي حد بره، ممكن اخلي حد بره برضه، لان مش هبدا بكل الناس. فبيخلي عنده الدكه برضه في ناس تنزل برضه تبقى فايقه تقدر تادي، فتفكيره مش هيبقى منحصر على اللعيبه بس اللي في الملعب. مشكلتنا بكره اللي هو في اللي قاعدين بره كمان، مشكلتنا بكره في احراز الهدف الاولاني مهم جدا. اللي انا تجيب الهدف الاولاني هتعود كل القافله لمكانتها في الملعب، وهيعود الاداء السهل، هتعود الثقه، مش هتستعجل، مش هتجي لك مربوك، انا عايز اجيب الجول، عايز اجيب الجول، لا العب العرضيه، العب اللعيبه. عشان كده كابتن فاروق انا قلت ايه؟ احط اثنين فراوده، املى عين الباك رايت والباك ليفت اللي عايز يعمل عرضيات باثنين قدامه، مش مستني تحركات اجايه، مش مستني وليد، مش عندي اثنين عاملين لي عمق، واحد تحت وواحد ورا، واحد الراجل الاخراني معاه، وواحد بيعمل المقابله لاي لعيب عايز يعمل 1 2 او اي حاجه مع بعض، وفي العرضيات الاثنين سويتشات. ما انت اتفقنا خلاص، انا مش بدي محاضره على فكره. لا خلينا اخدكم برضه، انت فهمت جدا، انا بدي الشكل المطلوب. بتعمل كل الاشكال والامور الوارده في اي مباراه كابتن، انك ممكن تجهيز لضربات الجزاء، وده عملها كابتن حسام البدري. ده لازم يعني ده لازم لازم نحط كل الاحتمالات. لو في بس كمان محطوطش في ضربات الجزاء يبقى يمكن يكون ليه شكل، يبقى ممكن يكون موجود هشام محمد محطوط، ميدو جابر وصابر رحيل وصلاح محسن شاطوا ضربات جزاء النهارده. هو كابتن حسام محتاج يكون عنده فكر في الموضوع. هو وارد يا كابتن، هو طبعا حاجه مهمه جدا. كابتن حسام محتاج يعني لو بكماني هيلعب وهيبدا بيه، محتاج السرعات، عنده السرعه بتاعته. فممكن السرعات دي يتعوض بيها السرعه بتاعت ازارو اللي موجوده من جنب من الاجناب، ممكن احتمال كبير. الكرات الثابته
وبعدين البينالتي ممكن يجي لك مش لازم في اخر ماتش يعني ديسايد يعني طبعا هو ممكن يختار افضل اللاعبين لازم زي دي عندك كوليك سليمان من تدريبات اللعيبه لازم في كل الاحتمالات انت بتقول لا بس هو ضربات الجزاء كل اللعيبه شاركوا يا كابتن بس عشان لكن هي الضربات الثابته بس اختار كل من وليد سليمان وباكا وهشام محمد وميلو جابر لا اي ماتش بيبقى فيه ضربات جزاء المدرب لازم بيعمل كده على طول وبيحدد بما فيها حراس المرمى كمان كله وبعدين بيحدد اللي هو خمسه الاساسيين مثلا اللي هم بيبدا بيهم بالترتيب 1 2 3 4 5 بيبقى عارف حتى لو حصل لو غير حد طلع بيبقى هو عامل كل حساباته دي مش سايب ثغره في الاخيره في كابتن بكره المباراه هتشوفها ايه من البدايه يعني هل هتكون سهله ولا بص ممكن تبقى اتفقنا كابتن رؤى وكابتن شريف ان مفيش مباراه سهله مفيش حاجه اسمها في الكوره سهله بالنسبه لنا حتى لو انت بتلعب في الشمس هل متوقع انك احنا بنسهلها على نفسنا بنروح بص بقى كابتن شريف لا انتوا واقفين وقف ماسكين واحد معاه عشان هو خطير جدا انتوا مأجرين الناس اللي بيجيبوا جوال مأجرين الناس اللي قدامكم وبتاخد وليد صلاح معاكم وهشام حنفي وبتاع يساعدوكم لا وليد وربيع ياسين ومش عارف جامد قوي النهارده وليد صلاح فانا بقول لك الكوره علمتنا وتعودنا كده في النادي الاهلي مفيش استهتار مفيش ان ماتش سهل بنزل اخلص الماتش من اول دقيقه واعمل احتمالات كل الاحتمالات ويتمنى النادي الاهلي يرجع طبعا هيرجع ان شاء الله بسرعه بتاعته بالنادي الكبير نادي الاهلي نادي البطولات وربنا يوفق لعيبته وهم قد المسؤوليه فعلا واحنا شفنا من التدريبات بتاعتهم وربنا يوفقهم ان شاء الله جميعا ان شاء الله كابتن شريف مباراه بالنسبه لك بكره وجهه نظرك تمشي ازاي مباراه بالنسبه لي هي الهدف الاول بدايه اصلا بدايه الانطلاقه التشكيل المريح بالنسبه للاعبين وبعضهم ازاي بريح اللعيبه جنب بعض ازاي بعمل عنصر طبعا اللي انا بقوله ده استحاله يعملوا له 4 4 2 وحاجات انما انا بتكلم على الواجهه الكالتشر اللي انا نفسي يبقى هو موجود بيه كابتن حسام باللعيبه دي بالاسماء اللي انا قلتها عمرو سوليه ووليد سليمان واحمد حمدي واجايه وازاي يوظفهم هو من بالنسبه لطريقه الاسلوب اللي هيلعب بيه وصلاح محسن ومروان محسن يديهم الفرصه بقى ان هم يتعودوا ويكونوا موجودين لان انا ما اعرفش ازارو هيبقى موجود ولا لا الماتش الجاي لا ان شاء الله يبقى متواجد ما نعرفش الشد ده بيوصل يعني بسرعته وشفائه وعودته في ماتش كبير بتبقى حكايه صعبه ان شاء الله اشكرك يا كابتن شريف بشكرك يا كابتن شريف ان شاء الله هتروح معايا ان شاء الله جاي معايا كابتن فوزي اشكرك يا كابتن شكرا يا كابتن فوزي شكرا يا كابتن شريف شكرا يا كابتن اذكركم بس بان كان ده مباريات الربع النهائي اللي ان شاء الله بكره الاهلي هيلعبه كان في مباراه المقاولون العرب والاسماعيلي اللي وصل فيها الاسماعيلي للدور نصف النهائي انتهت المباراه بفوز الاسماعيلي 2-0 ان شاء الله بكره مباراه الاهلي والاسيوطي ثم يوم الثلاث ان شاء الله في مباراه سموحه ووادي دجله ويوم الاربع هتكون مباراه الانتاج الحربي والزمالك الاسماعيلي هيلعب مين يا كابتن يعني مش عارف كابتن هاسن الزمالك والانتاج الزمالك ولسه طبعا عشان الناس عايز تعرف احنا هنلاعب اللي هيكسب من سموحه الاسماعيلي الاسماعيلي منتظر الانتاج والزمالك ده بالنسبه لان شاء الله المباراه القادمه في ربع النهائي لكاس مصر هذا الموسم كل توفيق ان شاء الله لفريقنا بكره نوصل ان شاء الله لدور قبل النهائي ثم بقى النهائي بامر الله والحصول على البطوله ده الهدف دائما المنشود بالنسبه لنا من خلال طبعا تواجدنا في كل بطوله بشكركم وان شاء الله بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل ايهاب الخطيب والاهلي في كل مكان.